في ثاني مبارياته بالبطولة العربية الزمالك يخسر أمام الشباب وينتظر مواجهة حاسمة أمام النصر. خسر الزمالك اليوم أمام الشباب بهدف من ضربة جزاء وأضاع عدة فرص سهلة للتسجيل. نتيجة صحيح مخيبة للأمال بعد ظهور رائع أمام اتحاد المنستيري التونسي في المباراة الأولى، بس لسه الأمل قائم. الزمالك محتاج للفوز قدام النصر أو التعادل بشرط هزيمة الشباب أمام اتحاد المنستيري، ودي طبعا نتيجة صعبة علشان يضمن الصعود للدور القادم. عندنا أمل كبير في رجالة الزمالك وإن شاء الله نفرح يوم الخميس. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10 اليوم، وللأسف الزمالك يخسر أمام الشباب السعودي بهدف بانيجا في الدقيقة 44 من ضربة جزاء. إيفر بانيجا واحد من اللاعبين الأرجنتيني الكبار جدا، واحد من أفضل اللاعبين في العالم، موجود مع الشباب السعودي، لاعب وسط الشباب، سجل هدف الشباب الوحيد في مرمى الزمالك اليوم. الزمالك حاول على فترات أنه يدخل في المباراة، بصراحة البداية ما كانتش جيدة خالص، كان في حرص زياده. يعني احنا دايما بنطلب من اسوري انه يبقى في حرص دفاعي، بس النهارده كان الحرص زياده لدرجه انه ما كانش في شكل هجومي كبير لنادي الزمالك لحد ما الشباب سجل هدفه. بعد ما الشباب سجل هدفه بدا الزمالك يحاول يدخل في المباراه، كان له بعض الفرص على استحياء، فرص سهله منهم كوره رائعه جدا من زيزو وارتطمت في القائمة. حظه سيء زيزو في القائم بصراحة وفي العارضة، يعني دايما يا إما في القائم يا إما في العارضة. بس هنا لازم أقول حاجة وهفضل أكررها وهفضل أقولها ومش هزهق إن أنا أقولها يا جماعة، مفيش فريق يعتمد على لاعب واحد وينجح طول الوقت. احنا أشدنا كثيرا بالزمالك، زمالك اتحاد المنستير، زمالك المقاولون العرب، بس دايما هتلاقي مركز قوة الزمالك في المباريات الجيدة أو حتى في المباريات اللي الزمالك بشكل عام يأديها بشكل ضعيف هو زيزو. زيزو ثم زيزو ثم زيزو، وبعد كده يجي لاعبين آخرين بيعملوا أدوار. يعني دونجا عمل مباراة جيدة النهاردة، فتوح في مشاكل كتير في وسط الملعب، إن فتوح يلعب في وسط الملعب ما يلعبش في مكانه الأساسي، بس برضه فتوح له لمسات مهمة تحديدا كان الشوط الأول النهاردة جيد. مين تاني؟ شيكابالا المباراة الماضية كان جيد، واسم كبير يبقى شيكابالا في كل الأحوال وممكن يصنع الفارق في أي وقت، بس هو زيزو. لما تيجي تقول لي مفتاح لعب الزمالك هقول لك زيزو، لما تقول لي نقطة قوة الزمالك هقول لك زيزو، لما تقول لي مين اللي بيصنع في الزمالك هقول لك زيزو، لما تقول لي مين بيسجل في الزمالك هقول لك زيزو. طب وبعدين؟ ما ينفعش. مقدر جدا انه الزمالك برضو داخل هذه البطوله بقائمه ما زال فيها الكثير من النواقص، وما نقدرش نلوم قوي على التشكيله الحاليه انها تعمل مباريات عظيمه قدام فرق قويه جدا وعندها تدعيمات عظيمه تحديدا زي الشباب، والاصعب هيبقى اكيد فريق النصر اللي قبل ما اخش كان كسبان تقريبا 4-1 قدام اتحاد منستير. فالامور صعبة على القوام الأساسي أو القوام الحالي لنادي الزمالك في هذه البطولة. بس عندنا أمال كبيرة إن الزمالك يلعب مباراة النصر بالاسم بقى، بالتاريخ،
بالسمعة الطيبة، السمعة التاريخية الكبيرة لنادي الزمالك. أنا مش بتكلم عشان الناس ما تقعدش تقول لي إيه أنت بتقول أي كلام، مش هقول لك القوة الفنية والقدرات الفنية عند اللاعبين هنا واللاعبين هناك في النصر، لا، في فارق، في فارق واضح. في كلام إن ساديو ماني كمان ممكن يلحق المباراة اللي جاية، بيلعب مع النصر يعني المباراة دي، ففي فارق، في فارق يعني كريستيانو رونالدو لوحده يصنع الفارق. بس عندهم تليسكا وعندهم عدد كبير من اللاعبين المهمين اخرين زي بروزوفيتش واخرين يعني. طيب وبالتالي انت محتاج بقى ايه؟ تستجمع التاريخ. انت لاعب الزمالك تقول انا لاعب في نادي الزمالك وانت نازل الملعب، انا هلعب بقدرات مضاعفه لقدراتي عشان بلعب باسم نادي الزمالك، انا بلعب باسم الكره المصريه كلها. يلعب الزمالك يقدر يكسب النصر؟ اه، مش مستحيل بالمناسبه، وبرده مش صعبه قوي يعني، هي لا مستحيل ولا صعبه قوي. انت في الاول والاخر انت مش رايح تلعب ريال مدريد، انت بتلعب اه فريق محترم جدا، بس ما هو كان بيخسر في الدوري السعودي، كان بيتعادل في الدوري السعودي، فانت تقدر تكسبه عادي، وفرق اقل منك يعني، فرق اقل من الزمالك كانت بتكسب النصر. اه استثناءات، بس انت ممكن تعمل الاستثناء ده عادي. وليه استثناء؟ هرجع تاني واقول الاصل انت الزمالك، فانزل العب باسمك وتاريخك، وان شاء الله يوم الخميس يبقى الامور جيده. تعالى من الطائف زميلنا المميز محمد مطوع يقول لنا كواليس ما بعد هذه المواجهه. مطوع مشرف ومنور كالعاده. مشرف ومنور ومساء الخير عليك وعلى كل متابعينك حبيبي. قول لي ما حدث ما بعد هذه المواجهه، واحنا كان عندنا امال كبيره ان الزمالك النهارده يعمل نتيجه محترمه قدام الشباب بعد الاداء الرائع اللي عمله الزمالك قدام اتحاد المنستير. والله كريم، يعني هو الزمالك برضه في النهارده يعني عمل مباراه كويسه، ولكن يعني انت اكيد تابعت يعني ما فيش يعني كان يقدر يعمل حاجه اكتر من كده. حاله يعني عناد مع الكره غريبه كده، كره في العارضه، كور بتضيع، انفرادات، بعض الاخطاء طبعا الفرديه. لا بس معلش هختلف معاك من الاول. لا النهارده الزمالك كان يقدر يعمل يعني، الشوط الاول الزمالك ما ظهرش بشكل هجومي جيد لحد ما الهدف جه. الشوط الثاني كان فيه هجمات خطيره صحيح، بس قليله جدا ما فيهاش رد فعل. في المقابل انت الشباب برضو ما قدمش مباراه كبيره، ما يعني ما ضغطكش، فما كنتش قادر تعمل معاه حاجه. لا انت كنت ممكن تعمل النهارده حاجه كتيره. فلا الزمالك بصراحه متوقع الزمالك النهارده ما عملش مباراه كبيره زي بالمقارنه بمباراه اتحاد المنستيري، خاصه ان الشباب ما قدمش مباراه كبيره النهارده. اتفضل. تمام. يعني حتى هو المدرب يعني اتكلم في الشوط الثاني قال لك ان احنا عملنا فرص وعملنا فرص كتيره. حتى لما سالته قلت له طب انت 45 دقيقه بتلعب بدون راس حربه، وكان المفروض يعني تنزل حتى المهاجم او كده، فهو قال لي اه هو الاقتراح كان جاي، الاقتراح ده بالفعل جاني من جانب الجهاز الفني، ولكن انا شفت ان انا لو نزلت مهاجم ده هيقضي على ان انا الكوره، ان الناس اللي بتمسك له كوره وبتقدر تنقل الهجمات لقدام. فانا كنت في حيره من امري وانا اتحمل المسؤوليه في هذا الخطا. ولكن يعني اتكلم هو عن ماتش النصر وقال ان ماتش النصر ماتش مهم وفريق كبير وهنسعى ان احنا نعمل مباراه كويسه فيه، بس اتمنى ان يكون التحكيم يعني افضل من التحكيم اللي شفناه النهارده. يعني طبعا انت عارف ان الزمالك قدم احتجاج رسمي للجنه الحكام بالاتحاد العربي ضد الحكم الليبي عبد الواحد، بسبب يعني شاور سين ان هو قراراته كانت مؤثره في تغيير نتيجه المباراه، وكان السبب في عصبيه وانفعال لاعبي الزمالك على مدار المباراه. ويمكن في كان في ردود فعل غاضبه فعلا بعد المباراه من جانب لاعيبه الزمالك ومن جانب مسؤولي نادي الزمالك سواء كابتن جمال عبد الحميد او كابتن قائد بسيط اللي وقفنا واتكلمنا معاهم. خلينا اكد لك نقطتين سريعه جدا يا كريم عشان الموضوع، النقطتين دول بيترددوا كتير في يعني في الفتره الاخيره في مصر، حتى جالنا اتصالات من جانب زملائنا يسالونا فيهم. زيزو لن يغيب عن مباراه النصر، زيزو خد اول انذار وليس ثاني انذار زي ما البعض ردد، فزيزو موجود في مباراه النصر بشكل طبيعي. مفيش حاجه اسمها زيزو، النقطه الثانيه مفيش حاجه اسمها زيزو اتحول للجنه الانضباط بالاتحاد العربي عشان خبط لاعب في كوب الكوره، وكل الكلام ده غير صحيح على الاطلاق. انا لسه قافل حتى مع يعني انا معايا المعلومه اكيده، بس حبيت برضك اكد بحكم شغلنا من مسؤولي نادي الزمالك، فلسه قافل التليفون مع احد مسؤولي نادي الزمالك الموجودين من مجلس الاداره ومن الجهاز الفني، قالوا لي ما فيش اي حاجه من الامور دي خالص، زيزو موجود بشكل طبيعي ولا في اي مشكله على وجوده في مباراه النصر. يعني انا كنت بسمعك وانت بتتكلم يا كريم، وكنت انا على يعني منتظر تقول معاك وانت بتتكلم ان مباراه النصر مش ما هي سهله وما هي صعبه والنصر اتغلب. اكيد انا لسه انا موجود في الملعب، كنت بتفرج على مباراه النصر واتحاد المنستير التونسي،
يعني طبعا مصر بيمتلك اسماء، تمتلك كريستيانو رونالدو، تاليسكا، بروزوفيتش، بوفانا، اسماء ثقيله جدا جدا، واحتمال كبير ساديو ماني يكون في قائمه مباراه يوم الخميس. ولكن على نفس الامر برضه برغم القوه الهجوميه الجباره دي، الامور الدفاعيه عندهم برضه كريم ليست على افضل حال. فانت عندك سرعات، عندك بيزو، عندك شيكابالا، عندك فتو، عندك اسماء تقدر تصنع الفارق. فهي المباراه دلوقتي خلاص بين الزمالك والنصر، هي البطاقه بقت بين الاثنين دول خلاص. الشباب السعودي عنده 4 نقاط، التعادل يكفي للصعود بشكل رسمي. الزمالك عنده 3 والنصر السعودي 4، اللي هيكسب هياخد البطاقه الثانيه ويطير بيها. ده عنده 4 اهداف وده 4 اهداف، ده عليه هدف وده عليه هدف، يعني مستويين في كل شيء باستثناء في نقطه زياده لصالح النصر. فهي مباراه الزمالك لا تقبل القسمه على 2، الفوز يضمن للزمالك التاهل لملاقات اما الوحده الاماراتي او الرجاء المغربي. بس خد بالك ان التعادل، لو الزمالك تعادل مع النصر والشباب اتغلب من اتحاد المنستير، الزمالك يصعد مع النصر، الاثنين يصعدوا مع بعض، عشان الزمالك ساعتها هيبقى عنده 4 نقط والشباب هيقف برده عند 4 نقط. بس فارق الاهداف اللي الزمالك عملها في مباراته امام اتحاد المنستير، لو هو فارق الاهداف، ما اعرفش اتاكد لي برده، لو فارق الاهداف فالزمالك يصعد، لو مواجهات مباشره فالشباب هو اللي يصعد. والله انا اعتقد انا كنت قريت اللائحه، بس مش برضه عشان اكون صادق معاك مش متذكرها بشكل كامل، بس اللي انا قريته ان بتبقى المواجهات المباشره بعديها فرق الاهداف. لا فلو هي المواجهات المباشره فهيبقى الامر بالنسبه الشباب لصالح الشباب السعودي. عموما لكن كل الاحوال دي الحسابات اللي احنا الحين مش نخشها، احنا عايزين الزمالك يكسب النصر وخلاص، والامور بعد كده تبقى محسومه وما نقعدش نفكر يعني. ان شاء الله يعني اللي اقدر اكده لك ان الامور في فندق الزمالك اكثر هدوءا، يعني السيريو بعد المباراه كده يعني اتكلم مع اللعيبه ان لا خلاص المباراه انتهت. احنا عملنا من وجهه نظره، احنا عملنا اللي نقدر نعمله بكره عندنا في اوقات كثيره، ولكن خلاص الموضوع انتهى. هنبدا من النهارده التجهيز بشكل كامل لمباراه النصر المقبله. طبعا انت عارف ان الزمالك والنصر يعني يقومان في فندق واحد، وكان يعني حصلت يعني بعض المناوشات في الفتره الاخيره بينهم في الفندق على الجيم والامور من دي، ولكن كل الامور دي اتحلت في الساعات الماضيه يعني. طيب عايز اسالك على حاجه كمان يا مطوع، هل الاحتجاج اللي الزمالك قدمه النهارده على طاقم التحكيم هو الاحتجاج الاول في البطوله، ولا كان في احتجاجات قبل كده ضد اطقم التحكيم؟ لا كان يعني اول احتجاج كان ظهر كان في اول مباراه خالص من جانب مسؤولي نادي الوداد ضد حكمنا المصري الكابتن محمود البنا، بسبب طرده ليحيى جبران لاعب الفريق في اول مباراه. ما سمعناش عن اي احتجاجات ثانيه، فده الاحتجاج الثاني في البطوله من جانب نادي الزمالك. طيب موقف اوباما ايه؟ يعني كان في كلام انه اوباما المفروض يشارك النهارده، كان في ناس عايزه اوباما يشارك النهارده، اوباما جاهز للمباريات ولا لسه مش جاهز؟ اوباما انا كنت واقف معاه قبل المباراه، لان هو كان قاعد ورانا في المناظر في المقصوره اللي ورا الصحفيين والاعلاميين. اتكلمت معاه وقلت له انت ليه ما مش موجود يعني في مباراه النهارده؟ قال لي انا حصل لي زي اشتكيت من العضله الاماميه شويه، وده اللي خلى الراجل يريحني ويبعدني عن اللقاء. نفس الامر بالنسبه لحمدي علاء اللي هو برضه الوافد الجديد، هو اشتكى برضه من امبارح، هو حتى ما شاركش في المران الرئيسي، واشتكى برضه من العضله الخلفيه بالنسبه له. الوحيد من الصفقات الجديده او الصفقات العاديه اللي كان موجود هو الباك الشمال احمد زكي، هو الوحيد اللي كان موجود مع الفريق. طيب الزمالك المباراه القادمه امام النصر فيها اي غيابات ولا الامور كلها الامور سليمه؟ لا سليمة حتى الان الامور تمام، يعني هو هيتم الاطمئنان على اوباما عشان يقدر يخش. ابراهيم امضاي يعني كان جاهز بنسبه 80 ل 90%، ولكن دكتور محمد اسامه يعني فضل بعدم وجوده، لان هو يعني حتى انا سالت دكتور اسامه في المران الرئيسي قال لي انا مش يعني مش عايز اغامر فيه، لان الخبطه اللي كانت اتعرض لها كانت جامده في الراس وتحت العين، فعشان كده هو ما طلعوه من القايمه بشكل كامل النهارده. طيب الجمهور هنا بيقول لك احنا اتغلبنا من الزمالك من الشباب عفوا، فطبيعي نخسر من النصر. ده تفكير الجمهور المتشائم. اللاعبين بقى والجهاز الفني بيفكروا ازاي في مباراه النصر من الناحيه المعنويه؟ ده من الناحيه المعنويه اللي انا باكد لك عليه، ان زي ما قلت لك في هدوء في المعسكر، في حاله تركيز من بعد نهايه المباراه، ان ماتش النصر ده من قبل ما يعرفوا نتيجه النصر كمان او يتفرجوا عليها، ان هيخشوا مباراه النصر ان شاء الله هيلعبوا على المكسب. خلينا اكد لك برضو كريم، يعني انت عارف برضو في اسم كريستيانو رونالدو ليه رهبه وليه يعني انت فاهم القصه اللي اقصدها طبعا، بس وجود كريستيانو رونالدو في الفندق مع لعيبه الزمالك وجوده وبيصور مع اعضاء مجلس الاداره ومع اللاعيبه والمدربين وكلام ايوه، فبقينا نتعامل مع كريستيانو ان هو لاعب عادي يعني، فاهم انت؟ لا يا جدع لا يا جدع بقى هيفضل كريستيانو رونالدو برضه حتى لو اتصورنا معاه يعني مش فاهم. لا يعني طبعا هيفضل كريستيانو رونالدو اسم كبير النهارده، انت هتشوف الملعب يا كريم
مش يعني مش مع كل لمسه يعني مستنيين الكره توصل له اصلا. صحيح. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه وهم طبعا. لا اقصد ان هي رهبه اللعب قدام كريستيانو، فاهم اقصدها ايه؟ ان الاسم كريستيانو اسم كبير اللي كسر الدنيا، افضل لاعب في العالم 5 مرات، الكلام ده كله وجوده كسر الرهبه دي شويه، ان ما فيش الخوف الكبير المنتظر من مقابلته. لكن طبعا هيظل كريستيانو اسم كبير جدا جدا، يعني انا عايز اقول لك بعد المباراه لاعبي الاتحاد المنستيري بالكامل محظوظين 4 كريم ورايحين بالكامل، رايحين عايزين ياخدوا التيشيرت منه، يعني سايبين كل الفريق ورايحين عايزين ياخدوا التيشيرت منه، واكثر من لاعب واقف يكلمه، يعني حتى ما فيش مثلا يعني مطوع هو وكريم واقفين، فمطوع هيسيب كريم عشان هو الكبير مثلا او كابتن الفريق، لا كله واقف عايز ياخد التيشيرت اللي يلحق بقى يبقى. اللي يلحق اللي يلحق، اصل هي فرصه ما بتتكررش، فاللي يلحق يعني بالظبط بالظبط فعلا. بس خليني اكد لك ان في تنظيم هنا اكتر من رائع، والامور هنا ماشيه يعني بنسق يعني اكتر من رائع بصراحه كريم والله. كله عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد مطوع من الطائف مقر تواجد فريق الزمالك للمشاركه في البطوله العربيه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات المهمه. طيب النهارده حسم الامر، خبر يعني بنتداوله بأن أيام وربما شهور، البطولة المستحدثة، بطولة السوبر المستحدثة، هيبقى اسمها إيه؟ هيبقى اسمها النخبة، هيبقى اسمها سوبر الأبطال. النهاردة مجلس أبو ظبي الرياضي مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر أجروا اتفاق شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال، البطولة كده اسمها كأس السوبر المصري للأبطال، هتكون موجودة في أبو ظبي ل4 مواسم قادمة إن شاء الله بداية من 2023. الاتفاقية أكدت على تجديد استضافة أبو ظبي لكأس السوبر المصري في نسختها في نسخها الأربعة المقبلة، اللي هي 7 و8 و9 و10 بنظام جديد، يعتمد على إيه بقى؟ على مشاركة 4 فرق زي ما قلت لكم باسم كأس السوبر المصري للأبطال. مين بقى الأندية اللي هتشارك في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال؟ تعال أقول لك. احنا بنتكلم في بطل الدوري العام المصري الممتاز اللي هو مين؟ اللي هو النادي الاهلي، بطل كأس مصر لم يحسم، بطل كأس مصر لم يحسم، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اللي هو سيراميكا كليوباترا، وصيف الدوري العام المصري الممتاز اللي هو بيراميدز. يبقى احنا عندنا مين؟ اهلي، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز، دول هيشاركوا في النسخة القادمة ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي. فاضل مين؟ فاضل بطل الكاس. والسؤال والسؤال خلاص هنا قفل هنا، تعالى لي بقى السؤال المهم، السؤال المهم، لو او ايه الحالة اللي تخلي الزمالك يلعب في هذه البطولة؟ مش الجمهور بيسأل يقول لك الزمالك هيلعب في البطولة دي ولا لا؟ بطل كاس مصر اهلي او بيراميدز، الزمالك ممكن يشارك، يشارك بقى انه ثالث الدوري، يشارك بدعوه من الشركه الرايه، ممكن يشارك. طيب فاضل مين في كاس مصر غير الاهلي وبيراميدز؟ فاضل المصري وفاضل انبي مع الزمالك طبعا. يعني انت بتتكلم، بص الاهلي هيلعب المصري دور الثمانيه، الاهلي والمصري هيلعبوا في دور الثمانيه يوم الخميس القادم ان شاء الله. فرضا المصري كسب وصعد لنصف النهائي لمواجهة فريق بيراميدز، الناحية الثانية نصف النهائي في الزمالك وإنبي، الزمالك وإنبي. فرضا المصري كسب وبعد كده صعد للنهائي وكسب البطولة، هو اللي هيشارك. فرضا إنبي كسب الزمالك وصعد للنهائي وكسب البطولة، هو اللي هيشارك. يبقى الزمالك عشان يشارك يا إما بنفسه ياخد بطولة كاس مصر فيشارك مباشرة، يا إما لو البيراميدز والاهلي هم اللي كسبوا البطوله يتم اختيار الزمالك من الشركه الرايه او كثالث للدوري. ده بقى لسه ما لم يعلن، لم يحسم. بتتكلم حتى الان بطل الدوري وبطل كاس الرابطه ووصيف الدوري الاهلي، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز، الثلاثه دول خلاص هيشاركوا. هي الحكايه كلها في بطل كاس مصر. انا جاوبتك على السؤال، لو انت من جماهير الزمالك وعايز الزمالك يشارك، قلت لك الحاله اللي ممكن الزمالك يشارك فيها انه ياخد كاس مصر من نفسه، شارك، هيشارك في البطوله، انه الاهلي او بيراميدز ياخدوا البطوله فممكن يتم اختيار
الزمالك. طب لو المصري خد الكاس هيشارك المصري، لو انبي خد الكاس هيشارك انبي في كاس السوبر للابطال. طيب علشان الحكايه كبيره وفيها دوشه على موضوع طاقم تحكيم مباراه اليوم بين الزمالك والشباب السعودي في البطوله العربيه، بالتالي هيبقى معانا بكل تاكيد في هذه اللحظه كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه الخبير التحكيمي علشان يحسم كل الامور. يا كابتن جهاد منور الدنيا كالعاده. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وانت دايما منور. يا رب يخليك يا كابتن جهاد. ايه رايك النهارده في طاقم تحكيم المباراه؟ ممكن اقول لك ملحوظه قبل ما تقول لي رايك؟ اتفضل. انا وانا بتفرج على المباراه النهارده قلت لو كان الكابتن جهاد قاعد بيتفرج معايا على المباراه كنت هتقول كفايه اخراج كروت. انا شفت الحكم النهارده بيطلع كروت كل 3 ثواني، 12 او 16 كارت النهارده كتير، يعني ما فيش حكم يكونترول على المباراه بالكروت دي كلها. بس اتفضل بقى يا كابتن قول لي رايك. بص، هي دي النقطه السلبيه الاساسيه اللي بتكلم فيها النهارده في الماتش يا كريم. يعني اي حاجه ثانيه بنتكلم على خبرات الحكم وازاي تقدر تدير الصراعات اللي ممكن تحصل بين اللعيبه. مش كل صراع بين اثنين لعيبه او بين مجموعه لعيبه يطلع بانذارات، وبالتالي وصل لعدد انذارات كتير، يعني عمل استياء للي بيتفرج على المباراه. ده في لقطه كان بيلف في الملعب، ماسك الكارت وعمال يلف في الملعب يدور على خد يا احمد، خد يا حسين، خد يا محمود. دي الخبرات اللي مش موجوده عند الحكم اللي حدها هيثقل في خلال خبراته. لكن هكلمك على اللقطه الاهم يا كريم. اللقطه اللي هي ركله الجزاء. أيوة. اللي تم احتسابها في المباراه. ايوه طبعا في ناس كتير اتكلمت على اللقطه، وطبعا جمهور الزمالك زعلان من اللقطه، وانا بتكلم طبعا الواحد بيتكلم دايما بشفافيه وقانون واعتبارات ونص قانوني واعتبارات موجود. تمام. الراجل الكوره جت من صدر اللعيب الشباب لايد لاعب نادي الزمالك اللي كان مد ظهره للعيب. مظبوط. الايد دي كانت مكبره الجسم، خارج الجسم، وجت من منافس مش من زميل، وبالتالي يعاقب عليها، في ريسك موجود وبيعاقب عليها بركله جزاء. الحاله الوحيده اللقطه دي اللي ما تحسبش ان يكون اللاعب الشاب ده هو زميله، زميل لاعب الزمالك، يعني زميل لاعب الزمالك جت من الزمالك للاعب الزمالك بنفس الوضع ده ما تحسبش ركله جزاء. لكن باللقطه دي يا كريم هفكرك، لو انت كمهاجم موجود في منطقه الجزاء والكره عدت المدافع مش شايف الكوره، وانت براسك لعبت الكوره كمهاجم راحت لايد المدافع اللي ممتده خارج الجسم ومش شايف الكوره بس ايده موجوده، ونفس الحركه بتاعته بتاع ايده ان هو بيطلع جامبنج وعدت الكوره وايده اللي راحت من راس المهاجم لايد المدافع، ركله جزاء. هو مش شايفها ومش متعمد يلمس الكوره بايده، لكن هو اللي عمل الريسك ان هو كبر جسمه بايده وبالتالي يعاقب عليها. طيب وبنتكلم ان ركله جزاء صحيحه تم احتسابها النهارده. حلو. عن طريق حكم الفار. حلو. وانا بتفرج على المباراه افتيت كده، انا ما بفهمش بس افتيت ان هي قانونا الحكم مش هيقدر يعمل حاجه. بس انا عايز امشي معاك في حاجه كان بعض الاصدقاء كنا بندردش فيها. اولا لاعب الزمالك هو مدي وشه للاعب بتاع الشباب وبيلف بجسمه، يعني لو لفيت جسمي كده هحرك ايديا بدون ما اقصد، انا ما لفتش جسمي او فردت ايديا متعمدا او كبرت ايديا زي ما حضرتك بتقول عشان اخد الكوره، لا ده انا بلف جسمي وانا وشي ليه اصلا، يعني الوضع التشريحي ما يقولش ابدا لا فيها تعمد ولا فيها، ده في رايي يعني لو تسمح لي، ولا فيها اهمال ولا حتى هي هتصنع فرصه خطيره. يعني انا حسيت انه هل في حاجه في القانون ممكن تقول انه كل العناصر دي مش موجوده فخلاص ما نحسبهاش لمسه يد؟ هي لمسه يد دي واضحه ما فيش اثنين هيختلفوا عليها، والايد فعلا مكبره كل حاجه زي ما انت بتقول، ده قانون. بص في حاجات منطقيه. انا بلف ايوه جسمي. انا ماشي معاك على فكره. كلام جميل جدا، عشان بس نوضح الصوره للناس. اتفضل يا كابتن. بص، هو القصه كلها موضوع الوضع التشريحي والمسافه والراجل ظهره للكوره مش شايف الكوره، الحاجات دي كلها ما عادش في الحسابات. انت دلوقتي الاتحاد الدولي لما حط اعتبارات لمسه اليد عايز يوحد القرار في اقصى الكره الارضيه لاقصى الكره الارضيه، القرار هيبقى واحد علشان ما يسيبش تعديلات. بالظبط. الموضوع ما عادش وجهات نظر. الموضوع بقى اعتبار 1 2 3 4 اللي حكم بيطبق في الملعب، وبالتالي ما فيش حد بيقول وجهه نظره. احنا بنتكلم على اعتبارات اتحطت بتدرس للحكام كعلم، والحكم بيطبق الاعتبار. الاعتبار اللي خده الفار النهارده ايه؟ ان الايد مكبره الجسم، الايد خارج الجسم، المسافه ما لهاش اي اعتبار، كامل مهاجم للمدافع، وبالتالي بنتكلم ان الايد ما اي حاجه ثانيه مش موجوده. يعني حلو. ان موضوع ان كابتن جهاد كابتن جهاد ده القانون، وانا خلاص احنا متفقين كلنا انه قانون واضح. انا بس بسالك انت بقى كحكم دولي كبير ومفروض بقى انت عايش اللحظات دي كل شويه، بغض النظر الاتحاد الدولي وحد هذا الامر، بس في حاجات هي خارج اطار الطبيعه. يعني هعمل ايه وانا بلف بجسمي كده؟ انا هعمل ايه؟ يعني انا لا اهملت ولا تعمدت ولا عملت حاجه، مجرد ده هتلمس ايدي، طب هشيل ايديا؟
هو الجمهور بيقول كده والمسؤولين بيقولوا كده واللعيبه بتقول كده. ماشي همشي معاك يا كريم في كده القصه دي. انا لاعب مدافع نفس المعيار اللي بتكلم فيه نفس عشان بس ايه نوضح الصوره للناس. يا ريت انا مدافع بطلع العب الكوره بهدي كرة بتعديني وانا بطلع ايدي طب الحركه الطبيعيه بتاع الايد اللي بتتكلم عليها الوضع التشريحي بتاع الجسم الحركه الطبيعيه بتاع الايد بتطلع جنب جسمي مكبره جسمي المهاجم اللي ورايا اللي الكوره عدت مني لاعب الكوره براسه راح جايه في ايدي اللي انا اولا مش شايف الكوره ثانيا حركه طبيعيه جدا ثالثا المهاجم لعب الكوره براسه لايده اللي انا مش شايفه وتحسب ركله جزاء مفيش فيها فصال وبالتالي ما نفكرش كتير في قصص وحكايات ونحور الصوره لغير الاعتبارات اللي هي موجوده، الاعتبارات اللي موجوده بتسهل الدنيا على الحكم وتسهل الدنيا على الحكم عشان كده الحكم لما راح للقطه ما فكرش كتير، لاحظ الحكم لما راح شاف واحد اثنين ثلاثه خلاص رجع والصوره على فكره الميزه كمان في البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دي الصوره واضحه وصريحه ومفيش فيها تاويل والزوايا واضحه بالتالي انت بتروح الامور سهله على الحكم وعلى حكم الفار. انا زيك انا اصلا هو الحكم راجع قلت 100% يحسبها ضربه جزاء يعني انا بحاول ادور على حته في القانون تقول انه ينفع ما تتحسبش بس انت خلاص انت حضرتك وضحت كل الامور. هو الحاجات بقى تبص الحاجات دلوقتي بالنسبه للقانون والتحكيم بقى 1+1=2 ما عادش تاويل فالقصص بقت كلها واضحه ولما يجي في حاجه بتحصل في بطوله كبيره تعمل شويه تاويل او يعدلوا القانون عشان خاطرها عشان نقفل الباب طيب. الجدل في القصه دي. طيب انا معايا خبر يا كابتن جاد كنت لسه هقوله بعد شويه بس فرصه وانت معايا تقول لي رايك فيه ايه. بريرا رئيس لجنه الحكام مصر على فكره انه الحكم اللي بيوصل لسن 45 يعتزل وما يحصلوش تمديد. انت مع ده ولا ضد ده؟ بص انا ما اعرفش ان بريرا قال كده ولا لا. لا هو أولاً. هو معلوماتنا انه بريرا 45 سنه اللي بيوصل ل 45 سنه ما تمدش وندي فرصه لحكام اخرين شباب. والله اذا كان ده قرار داخلي ده هو حر فيه لكن اتحاد دولي ما فيش فيه كده. اتحاد دولي اذا كان عندك كفاءه وحكم يروح بطولات وكمل 45 سنه ويقدر يكمل وبدنيا وفنيا لائق حقه يكمل والسن مفتوح في الدوري. احنا كان عندنا حكم كاس العالم اللي فات من ايطاليا 47 سنه وبالتالي تتكلم على الخبرات او الحكام اللي تم بنائها على فتره كبيره وخدت خبرات كبيره لو عندك حاجه زي كده طبعا بيبقى مفيد للتحكيم المصري قبل ما مفيد لنفسه وبالتالي انت اللي ده موجود بس وانس المسؤول عن التحكيم خد القرار ده ونفذه يبقى هو بيعمل حاجه داخليه لكن هي مخالفه تماما للاتحاد الدولي واللي سمح بيه الاتحاد الدولي. مفهوم. كابتن كبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. هتقول يا جماعه الخبر تاني بتاع الحكام عشان نقول كمان اسماء الثلاثه. هنتكلم في الكابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل مش هيبقى موجود من الحكام اللي هيوصلوا ل 45 سنه وغالبا الكابتن محمد عادل هيعتزل. ايضا من الكباتن اللي موجودين اصلا واللي ممكن كمان يعتزلوا لما وصلوا السن ده هو الكابتن محمد يوسف والكابتن هشام الفلال. دول الحكام اللي غالبا هيعتزلوا عشان وصلوا لسن ال 45. بريرا وافق على استمرار الكابتن محمد عادل على او في اداره المباريات حتى شهر ديسمبر المقبل. يعني قال له شارك في المباريات لحد ديسمبر فقط عشان هو موجود حاليا في القائمه الدوليه وهيتم اعتماد القائمه الجديده في ديسمبر المقبل عشان ما نخسرش واحد في القائمه الدوليه فاداله فرصه لحد شهر ديسمبر القادم. وبعدها كابتن محمد عادل الحكم الشهير الحكم الدولي الكبير هيكون معتزلا للتحكيم عشان ده قرار من بريرا ويصر عليه. ماشي. اتحاد الكره اتفق مع رابطة الأندية أن تتولى رابطة الأندية هي رابطة الأندية صرف مستحقات الحكام بداية من الموسم الجديد. حلوة دي؟ حلوة دي. حلوة ليه؟ كنت لسه بتكلم معاكم امبارح. اتحاد الكرة بقاله سنوات أنا بقالي 20 سنة بسمع اتحاد الكرة وأزمة مستحقات الحكام، اتحاد الكرة وأزمة مستحقات الحكام. فكون بقى أن رابطة الأندية هي اللي تتحمل هذا الأمر فده شيء يبقى مطمئن شويه. الرابطه بقى تاخد المستحقات ديت من الانديه تاخد نسب من الانديه معينه عشان تدي مستحقات الحكام كل ده بتعمله الرابطه زي ما هي عايزاه. بس طول ما الموضوع مع اتحاد الكوره تبقى غريبه. بس في نقطه مهمه هقولها لكم بالبلدي قوي. انا رابطه الانديه هدفع مستحقات الحكام مين اللي يدير لجنة الحكام؟ رابطة الأندية ولا اتحاد الكورة؟ ببساطة اهي
وما ينفعش برضه عشان ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، يعني اتحاد الكوره يدير هو لجنه الحكام ورابطه الانديه هي اللي تدفع للحكام، مش منطقيه. ما نفهمها بقى يعني، حد يقربها لنا ويوصلها لنا ويحسمها لنا، ويحسمها لنا عشان تبقى الامور واضحه وسهله. طيب هنتكلم 1,750,000 جنيه مستحقات متاخره للحكام، رقم كبير، رقم ضخم يعني. ماشي، زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، وزي ما قلنا لحضراتكم اول امبارح، وزي ما قلنا لحضراتكم الاسبوع اللي فات، وزي ما قلنا لحضراتكم من اسبوعين، النهارده النادي الاهلي اعلن رسميا انضمام رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي الى صفوف الفريق لمده 4 سنوات قادمه، مع احقيه النادي الاهلي في اضافه سنه 5 لمده العقد اذا رغب النادي الاهلي نفسه في اضافه هذه السنه في التعاقد مع اللاعب اللي هو افضل لاعب في الدوري المغربي هذا الموسم. صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، مهمه جدا. هتقول لي بقى مضمون نجاحها ولا لا؟ اقول لك الله اعلم. يعني ياما لعيبه كانت كبار وعظيمه لما بتروح الاهلي او الزمالك ما بتنجحش، سواء محترفين او لعيبه محليين، بس رضا سليم كلاعب اكيد لاعب كبير. رضا سليم كموهبه، موهبه كبيره. تعالوا نشوف فيديو تقديم رضا سليم النهارده للنادي الاهلي نشره، وبعد كده نرجع نتكلم، وهتكلم كمان عن الفيديو ده شويه، خليكم معنا. من شوراتنا نستلهم طريقنا في الحياه. عام 725 من الهجره بدا الرحال المغربي العظيم ابن بطوطه رحلته من المغرب الى العالم. وحينما مر خلال رحلته بالقاهره قال عنها ام البلاد، وان الاله ليس في المعمور منه. بعد ما يقرب من 700 عام من تلك الرحلة الملهمة، أقطع أنا رحلتي الخاصة من المغرب إلى القاهرة، حالما بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبو النوادي الذي ليس في المعمور مثله. النادي الأهلي المصري، نادي القرن المغربي. أنا رضا سليم، أنا أهلاوي. انا ما اعرفش مين اللي عمل الفيديو ده، وما اعرفش مين اللي كان عامل فيديو تقديم امام عاشور، بس عايز اوجه له التحيه. يعني اللي عمل الفكرتين واللي عمل الشغل ده هم اكيد مجموعه مش شخص واحد، بس تحيه للناس اللي اشتغلوا في الاعلام في النادي الاهلي، في السوشيال ميديا في النادي الاهلي، عاملين كواليتي محترم، جوده محترمه للتقديم وللصوره. ده شيء جديد علينا في مصر، كنا بنعمله على فترات كده تخاطيف وشويه افكار بسيطه، بس اللي بيحصل ده تطور كبير جدا بتشوفه في انديه كبيره عالميا. فلازم احيي الناس اللي بتشتغل الشغل ده. الحاجات دي ممكن تفوت، يعني ممكن انت هتبص كده على الفيديو تقول الله وتسكت. لا، هو مش الله وبس، الله يبقى في شكر للناس اللي تعبت وقدمت صوره حلوه زي دي، فشكرا ليهم. يعني رضا سليم النهارده بعد ما خلاص أعلن الأهلي رسميا توقيعه للفريق، قال شوية تصريحات مهمة لموقع الجيش الملكي المغربي. لو جاهزة معانا نروح لها، هي جاهزة معانا ولا لأ؟ قولوا لي، محدش بيقول لي. ماشي، مش جاهزة معانا فيديو. طيب، هو قال النهارده رضا سليم إن أنا تلقيت الكثير من العروض وبلغت الجيش الملكي إن أنا عايز أروح الأهلي. يعني جات لي عروض كتير، بس أنا بلغت الجيش الملكي إن أنا اخترت الأهلي، وقال إن بوابته للانضمام للمنتخب المغربي هو النادي الأهلي، وده حلم لأي لاعب مغربي. وقال إن مسؤوله نادي الجيش الملكي طلبوا منه البقاء الموسم المقبل، وقالوا له إن الفريق هينافس على جميع الألقاب، لكنه فضل بحسب تصريحاته يعني خوض تجربة جديدة خارج المغرب. دي تصريحات رضا سليم. رضا سليم مغربي ثالث في النادي الاهلي، في اتنين مغاربه حلوين قوي لعبوا مع النادي الاهلي وقدموا مباريات كبيره جدا. مين هم؟ اكيد تفتكروهم. مين الاتنين المغاربه اللي لعبوا في النادي الاهلي وتفتكروهم كويس قوي وعملوا شغل كويس؟ واحد في الدفاع وواحد في الهجوم، اكيد افتكرتوهم، بدري بانون ووليد ازارو. وليد ازارو رغم كان بيبقى ساعات عليه انتقادات يعني، بس واحد من هدافين النادي الاهلي الكبار في الفتره اللي لعب فيها، وسجل اهداف كتيره جدا وصنع اهداف كتيره جدا. وعلى فكره من الناس اللي بقول انه الاهلي خسر وليد ازارو، يعني هو كان مهاجم جامد جدا جدا يعني،
بس تعالى نشوف نجاح المغاربة مع النادي الأهلي، وهل رضا سليم يكرر النجاح ده ولا لا؟ أتصور أنه هيكرر النجاح ده وربما يزيد. طيب يلا بينا. رضا سليم يعتبر هو اللاعب المغربي الثالث في تاريخ النادي الأهلي بعد المهاجم وليد أزارو والمدافع بدر بنون، وبالنظر إلى ما قدمه الثنائي مع الأهلي تعتبر تجارب المغاربة في القلعة الحمراء ناجح. وليد أزارو مع الأهلي لعب 89 مباراة، سجل 41 هدف وصنع 16 هدف، ودي نسبة جيدة. وليد أزارو في الدوري المصري خد بطولتين دوري مصري مع النادي الأهلي، وخد سوبر مصري مع النادي الأهلي، وخد دوري أبطال أفريقيا أيضا مع النادي الأهلي. بدر بنون لعب 52 مباراة، سجل 4 وصنع 2، وطبعا أرقامه الدفاعية أكبر من كده بكتير يعني. فاز بكاس مصر مرتين وبدوري ابطال افريقيا مره واحده والسوبر الافريقي مرتين، دي بطولاته مع النادي الاهلي. الاثنين نجحوا، اكيد نجحوا مع النادي الاهلي. تمام. النهارده اتحاد جده اعلن التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي فابينيو نجم ليفربول طبعا بعقد لمده 3 مواسم ينتهي في 2026. ده الخبر. تعرفين طبعا كان في قصه طريفه جدا، ان كان في كلام ان فابينيو مش عارف يجي الاتحاد عشان الكلاب بتاعته عايز يجيبها معاه، والكلاب بتاعته مفترسه، وفي كلاب ممنوعه تخش المملكه العربيه السعوديه. يعني في قصه كده اتكتبت في الصحافه، بس انا كنت طبعا ما بشوفهاش منطقيه. يعني لا اللاعب هيمسك في الكلاب قوي عشان ما يلعبش، ولا هيبقى في مشكله كبيره لو الكلاب دخلت بتامينات معينه او بشكل معين. المهم الراجل بقى موجود مع اتحاد جده بشكل رسمي. طيب هل بقى وجود فابينيو يؤثر على مستقبل طارق حامد مع اتحاد جدة؟ ده السؤال. ماذا عن الإجابة؟ أقول لك أنا الإجابة. أولا طارق حامد في الماتشين اللي لعبهم في البطولة العربية هو أساسي، نونو سانتو المدير الفني للاتحاد ومتألق وعامل شغل عظيم، وربنا يشفيه من الإصابة اللي حصلت له في وجهه امبارح. وطارق حامد الموسم الماضي عمل موسم رائع جدا مع اتحاد جدة. يعني مفيش حاجة تقول إن طارق حامد بيقدم مستويات قليلة فهم بيجيبوا لعيبة عليه عشان يمشي. تمام. هي المفاجأة فين؟ بحسب تقارير كثيرة ان نونو سانتو جاب فابينيو عشان يلعب كمدافع وليس كلاعب وسط ملعب. يعني فابينيو يبقى مدافع، طارق حامد وكانتي في وسط الملعب، والناس كلها مبسوطة ومحدش زعلان. يعني فابينيو لو جاي بديل لحد فهو بديل لأحمد حجازي المصاب عشان يبقى موجود في خط الدفاع، مش لطارق حامد. هتقول لي طيب لا، ما ممكن يلعب بفابينيو في نص الملعب هو كانتي، وساعتها طارق حامد مش هيبقى موجود. بالكتير مش هيبقى موجود اساسي، هيبقى موجود دكه وهيبقى ليه ادوار. فانت مش هتجيب اتنين لعيبه وسط ملعب فابينيو وكانتي، اتنين جامدين جدا 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 يعني، وطارق حامد جامد جدا جدا يعني برضو عشان نديله حقه يعني، وهتلعب باتنين بس، انت محتاج على الاقل واحد كمان، انت محتاج اربعه كمان، فاهم؟ فالامور بالنسبه لطارق حامد في وجود فابينيو مش اكيد معناها انه هيمشي من اتحاد جد، مش اكيد. طارق حامد عنده عروض؟ طبعا عنده عروض من مصر، عنده عروض من مصر، ابرزهم مين؟ ابرزهم بيراميدز وانديه اخرى عربيه. بس طارق غالبا مكمل مع اتحاد جده، ونونو سانتو كثيرا ما اشاد بطارق حامد وقال عنه كلام عظيم جدا. فوجود فابينيو مش هياثر في رايي على مستقبل طارق حامد مع الفريق السعودي. طيب نتكلم عن مباراة اليوم، مباراة الزمالك والشباب، أكثر وأمور كثيرة تخص فريق الزمالك واللاعبين والتجديد الفريق وتجديد قوام الفريق في المستقبل مع الكابتن الكبير كابتن أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق السكة الحديد. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة. ضيف عزيز كالعادة الكابتن الكبير كابتن أمير عزمي مجاهد المدير الفني الحالي لفريق السكة الحديد ومدرب السابق لفريق الزمالك. كابتن أمير منور الدنيا. ازيك يا أخبارك إيه؟ الحمد لله. أمورك كويسة؟ كله تمام. أنا سألتك أنت تعبان ليه قبل ما نخش الهوا. كابتن أمير معلومة يعني بيدرب الفرقة بتاعته الساعة 6 الصبح. 6 الصبح. محدش بيتضايق منك؟ لا والله. محدش بيتضايق؟ لا. بس أنا لو مدرب وقلت للعيبة هتيجي تدربي الساعة 6 الصبح هتعود. 6 التجمع وتبدأ 6 ونص. طبعا أنت عارف درجة حرارة عالية جدا. فالوقت ده التوقيت الجو بيبقى كويس جدا، بس ليها ابعاد تانية يعني، تفرق في التزامهم بعد كده، تفرق في نومهم بدري. بالظبط. يعني تفرق بالزبط. تفرق بشكل كبير قوي. انت لازم تعود اللعيبه كريما نظامك الموسم. انا عامه حتى في الشتاء تمريني بيبقى 10 الصبح.
فلازم من دلوقتي بتعود اللعيبه على نظامك اللي انت هتمشي عليه السنه كلها. هايل. فهم لا بالعكس ده اللعيبه اللي طالبه الجو بيبقى كويس اللي كمان حته اللي انت وانت رايح الطريق فاضي وانت راجع الطريق فاضي اللي انت طبيعي لما بتدرب مثلا عصر انت مثلا محتاج ساعتين وانت رايح صح وساعتين وانت راجع لو بيجيلك اصلا لعيبه مرهقه بالظبط يعني هيجيلك العصر دي مرهقه اللي هو صاحي من النوم عمل 80 حاجه بالزبط. وجالك مرهق بالظبط فانت النهارده انت النهارده كل مصري يقول لك ايه احنا الاحتراف احنا الاحتراف الاحتراف ما دي برضو حته المواصلات دي من الاحتراف ايوه بالظبط مش جو مش هيجيبه منهك بالظبط فلا كده احسن انا فكره حلوه هي تعب شويه بس صدقني مع مرور الوقت ان شاء الله يبقى في تعود هيبقى خدنا جزء ان انت تعبان الجزء الثاني زعلان على الزمالك النهارده لا مش زعلان مش زعلان لا مش زعلان حلوه دي بص لما بتأدي وممكن باخطاء تحكيميه مثلا او مثلا سوء توفيق في سلبيات ما كانش النهارده في ايجابيات النهارده انت اللي انت توصل لجون الشباب ما كانش بسهوله انا في وجهه نظري في البطوله دي من اقوى خطوط الدفاع خط الدفاع بتاع الشباب السعودي ايوه احسن من النصر ايوه عشان هم بيلعبوا كمنظومه عندهم لعيبه وسط قويه جدا كده عندهم اللي هو اللي لسه واخدينه اللي اسمه اللي هو كولومبي ده اللي اسمه مش حاضر الكمار ولا ده وعندهم اهتم بهري وعندهم لعيبه كويسه وعندهم طبعا بنيجا لعيب دوري ارجنتيني طبعا فهم فرقه حتى في الدوري السعودي السنه دي اكتر فرقه جماعيه بتلعب كره كويسه صح ما بيعتمدوش على الافراد الزمالك النهارده يعني انت شايف ان مباراه النصر ممكن تبقى اسهل على الزمالك من مباراه الشباب هي بص كل فرقه يعني انت النصر النهارده انت بتتكلم كسبوا أربعة عندهم قوه هجوميه عندهم تاليسكا وكريستيانو عندهم لعيبه في الخط وفوفانا طبعا اضافه جامده جدا طبعا من احسن لعيبه في الدوري الفرنسي طبعا من احسن لعيبه في الدوري الفرنسي كلام ان ساديو ماني ممكن يلحق المباراه ساديو ماني بس يعني ساديو ماني ممكن لسه ما يعني ما مش اكيد طبعا مش اكيد بالنسبه ضعيفه جدا اللي هو لازم يجي يلعب على طول طبعا طبعا لكن انا بكلمك النهارده الزمالك في الشوط الاولاني بالذات تنظيم دفاعي الزمالك كان كويس أيوة. حتى الشباب ما وصلش بهجمه طب واحده واحده الشوط الاول التنظيم الدفاعي صح كلنا قلنا ان هو كويس بالزبط. بس ده اثر كثيرا على الشكل الهجومي للزمالك بالظبط يعني ما شفناش هجوم للزمالك الشوط الاول بص يا كريم النقطه اللي انت في بعض المباريات زي ما قلت لك بتحتاج لعيب الكوره اما النهارده بديك الكوره في رجليك انت مش محتاج تجري مساحات صح. او مسافات صح النهارده انا شايف مع فرقه زي الشباب خلي بالك الشباب بيعتمد في الهجوم على طول السرد باكين بيبقوا مثبتين وبيطير الباكين على طول ايوه لو تلاحظ الشوط الاولاني سيف الجزيري كان في بعض من الاوقات بيطلع على الاطراف اللي عايز الكره طويله في المساحه الزمالك ما قدرش يستغل دي اللي انت النهارده ظهر الباك ليفت والباك رايت بتوع الشباب فاضي جدا صح. فاضي والزمالك برضه لما بتعمل الكره الطويله بتعملها سهله على خط الدفاع يعني انت المفروض لما تحط الكره الطويله تحطها في مساحه الزمالك النهارده برضه انت شايف النهارده سرد باكين بتوع الشباب اتنين عمالقه ايوه الراجل البرازيلي وبترمي عالي بالظبط والراجل البرازيلي وراجل عمالقه فما لعب الكره الطويله ما لعبهاش ستريت اللي هو يبقى سهل المدافع صح. لا لعبها له في مساحه في الجناب انت جيت على الشق الهجومي الشوط الاولاني شويه كان فيه تنظيم وده ده طبيعي جدا اللي انت برضو نازل بتلعب فرقه محترمه صح الشوط الثاني رتم المباراه عالي عشان لما دخلوا في الجول فانت عشان دخلوا في الجول الحاجه الثانيه عشان التغييرات انا عمري ما انتقد مدير فني المدير الفني هو بيبقى ادرى باحوال الفرقه وطريقه التفكير واللاعبين وحالتهم كمان بس انا النهارده بلومه على حاجه واحده انا نهي ماتش اتحاد المونستيري باحلى شكل ايوه وكره كويسه وجايب اربع تجوان طب ما اللي انهي بيه ابدا بيه صح احنا قلنا بس احنا قلنا التغيير الوحيد النهارده هتبقى سيد نيمار مكان ابراهيم انداير مصاب بس يعني وعشان تغلق في المباراه اللي فاتت وقلنا مش هيحصل تغييرات اربع تغييرات بالظبط طب انت الشوط الاولاني انت سالتني سؤال حلو قوي قلت لي التنظيم الدفاعي جه على الهجومي ليه اللي انت النهارده بتلعب بدونجا وعمر السيسي نفس الادوار صح 2-6-6 كات ذا بول بس بيقطعوا الكوره بس لكن ما بيقطعش الكوره ويوصلك للجول او حلقه وصل الجول اما عمر جابر نزل الشوط الثاني عمر عنده دي عمر ممكن مش بصير بس عمر عنده اللي بياخد الكوره وبيلعب على قدام صح. ما بيلعبش على الجنب ايوه فالنهارده الشوط الثاني الزمالك كان متاخر تسديد احمد سيد زيزو اللي جت في القائم لكن برضو الخطوره مش ليه بس الزمالك تحس اللي بقى في نص ملعب الشباب اكتر من الشوط الاول صح لكن زي ما قلت لك انا كنت اتمنى للراجل اللي نهى بيه يبدا بيه ده سؤال كل جمهور الزمالك بيساله انت ليه بتعمل يعني انا النهارده بتفرج على المباراه عمال اقول له يا عم اسامه ده انت قعدنا نقول عليك اشعار المباراه اللي فاتت صحيح المنافس مش كبير قوي اتحاد المسيمي كقوه يعني
بس برضو انت فرضت سيطرتك وكنت جبت اربع اهداف ممكن تسجل اكتر. دايما بيعمل كده بعد كل مباراه يعملها جامده جدا ومغير في اللي بعدها. ماتش المقاولة العرب سته كسبان سته بتغير في اللي بعدها على طول، وقدام الاهلي كمان بتلعب بتشكيله غريبه ليه بتغير؟ انا ما انا برضو يا كريم دي حاجه يعني لو عملتها مره تبقى مفهومه مفهومه. لكن انت زي ما انت قلت ممكن ماتش الزمالك يبقى كويس قوي، طب ما تجرب. وخلي بالك كريم اي فرقه عايز تنجح، الاهلي السنه دي خد دوري خد دوري وكاس ثبت تشكيله رغم ان الراجل بيعمل روتيشن كتير كولر بعد بس بيعمل بص بتعمل روتيشن في واحد صح اتنين اقصاها صح فقط لا غير. لا وانت عارف ان في المباريات الكبيره في تشكيله واضحه ممكن اقولها دلوقتي وكلنا نقولها 11 لعيب انت عارف انت عارفهم بالظبط. لكن انا النهارده كل ماتش اتنين تلاته يخشوا على التشكيل لا ما يعني الموضوع زي ما قلت لك انا النهارده نفسي حتى ما شفت التشكيل طب ما فتوح شغال كويس وبيخش الحته بتاعت نص الملعب اما بيلعب باك ليفت اروح بادئ بحاتم سكر طب ما حسام عبد المجيد كان كويس هو عبد الغني ماتش يروح جايب حمزه المسلوسي ويروح لاعب زناري باك رايت وسيد عبد الله كان عامل اداء رائع عظيم. انا بقول لك فدي انا دي علامه الاستفهام الوحيده. لكن الراجل نقول بيشتغل صح بيتعب الزمالك برضو في الظروف اللي انت فيها والنقص اللي انت فيه ومفيش صفقات ومفيش برضو لسه واقف على طيب انا اقول لك حاجه في مدرستين للمدربين ده في العالم كله. في مدرسه تقول لك ايه انا هلعب على المنافس يعني اشوف المنافس بيشتغل ازاي واحط تشكيلتي وطريقتي على المنافس. في مدرب تاني او مدرسه تانية تقول لك لا انا هفرض اسلوبي على اي منافس حتى لو هلاعب ريال مدريد هلعب بنفس الطريقه مش هغيرها حتى لو هلاعب اكبر فريق في العالم. هل هو من المدرسه دي يعني خلاص وضحت ان الراجل ده بالمدرسه دي ان هو كل مباراه حتى لو قعد الموسم الجاي وجات له لعيبه واو هيقعد يغير كتير عشان دي مدرسته بيلعب على اي انا بص يا كريم انت النهارده انا هديك مثال مثلا حصل معايا انا انا كنت بلعب في تركيا كنت انا وايمن عبد العزيز فرقه واحده ففي ماتش انا كنت كويس جدا واخد اعلى درجه في الفرقه في اللي هي التقييم كنت 7.5 الماتش اللي بعديه قعدت احتياطي فرحت المدرب فقلت له ليه قال لي اصل انا الفرود اللي انت كنت بتلعب عليه الماتش اللي فات كان اطول منك فانت كنت كويس معاه لكن الفرقه اللي هنلعبها عندهم فرود قصير فانا محتاج سيرد باك يبقى عنده سرعات ومش في مدرب ده شكل وفي شكل تاني اللي يقولك لا انا بلعب بنفس اللعيبه ونفس خاصه لو هما ماشيين كويس بالظبط هي مدرستين ايوه لكن في اعتقادي ان الراجل ده من المدرسه اللي هي بيلعب على الخصم أيوة. فالخصم اما بلعب على الخصم او بشوف الخصم فبغير في العناصر بتاعه الفرقه بس دلوقتي في الظروف اللي انت فيها دي يا كريم ما عندكش الاوبشن الكتير اللي بره اللي يقدر يحلك دي يعني انت النهارده ما عندكش تنوع في لعيبه كريم انت مع احترامي لفرقه الزمالك فرقه كويسه وفيها في نواقص كتير عندك نواقص كتير صح واضح لكن انا النهارده لو عندي سيرد باك سريع وسيرد باك بيلعب بدماغه وسيرد باك عندي تنوع اقدر احط ده مكان ده مكان ده الحاجه الثانيه طب ما انا ممكن بنفس ال11 العب بسيستم لعب اخنق الفرقه اللي قدامي او اشتغل على الفرقه اللي قدامي يعني مش شرط ان انا لازم اغير في العناصر لا طب ما انا النهارده اشتغلت كويس يعني انا النهارده لو عمر جابر في نص الملعب زي الماتش اللي فات ومع وفتوح باك ليفت ومثلا ودونجا وبلعب بزيزو وشيكابالا وسيف الجديني يعني هي اللي فرقت اللي عمر جابر مثلا مش عارف يعمل ادوار دفاعيه ما هيعمل ادوار دفاعيه بالظبط فهو دي محيره بصراحه كريم انا بقول لك النهارده انا حتى استغربت طب ليه طب ما انت ناهي كويس وشكلك كان كويس والنهارده حتى يعني انا النهارده كريم هو ده الماتش اللي كان بتاع الصعود ايوه عشان اكيد النصر اصعب فاكسب النهارده تريح نفسك بقى وريح بقى اعمل بقى روتيشن واعمل اخر ماتش اعمل خلي اللعيبه تنزل مباراه النصر دي تتصور مع كريستيانو يعني خليهم مباراه احتفاليه لكن يعني وجهه نظر بس طيب. اللعيبه انا شايف اللي ادت اللي عليها طيب من الاسئله برضو اللي اتسالت النهارده انا كنت بتفرج على المباراه كمان قعدت اقول يا جدع ناصر منسي قعدت اقول طول الشوط الثاني ناصر منسي ليه ما فيش مهاجم الشوط هو ما عندوش انا يعني بص يا كريم الواضح كده هو ما عندوش قناعه بناصر منسي يعني ناصر منسي من ساعه ما جه الزمالك في فتره جاب تقريبا سوبر هاتريك اول ما جه وكل حاجه بس من الواضح كده اللي انت النهارده اصلا ما عندكش غير ناصر منسي وسيف الدين الجزيري وما تعتمدش على ناصر منسي خالص فغالبا كده هو الراجل ما عندوش قناعه بناصر منسي دي الخلاصه دي الخلاصه مش اللي هو طريقه لعبه هو مش عايز يلعب بمهاجم وبتاع وكلام هو مع الطبيعه يا كريم معلش انت النهارده الجزيري وحش يبقى او مثلا يتغير لازم ناصر منسي اوقات كتير ما بيلعبش ناصر منسي بيعمل اي تغييره تانية ممكن بينزل اللي هو علي اللي هو السرد الفيرود اللي هو 2003 ده ساعات بيلعب ناصر منسي هو هي واضح كده اللي ما فيش قناعه بناصر منسي طيب. مع ان ناصر منسي
انا في وجهه نظري لعيب كويس وبيعرف يجيب جون. وايه المانع برده يا كريم النهارده؟ معلش انا سيف الجزيري عنده سرعات. ايه المشكله وقت من الاوقات ما العب 4-4-2؟ ايه المشكله؟ صح. يعني ايه المشكله؟ ما مش لازم برده هي الطريقه اللي لازم العب 4، يعني الطريقه بتاعته يا اما 4-3-3. طب ما انا مغلوب ما العب باتنين سنتر فراود وخلاص. لكن انا بقول لك في اعتقادي هو ما عندوش قناعه بنصر المال. نصر المال طيب برده انا النهارده كنت في الانترو انتقدت ده بصراحه، يعني مش النهارده بس في كل مباريات الزمالك، كل شويه انت مستني الحل والنجاه من عند زيزو. زيزو يعمل اسيست، زيزو يشوت، زيزو يعمل يجيب جون، يجيب ضربه جزاء. انا بتحس انه الزمالك كله بيتمحور على زيزو في صناعه الفارق. انا مش بقول ان باقي اللاعبين ما بيشتغلوش، بس دي مشكله كبيره انه ازاي فرقه طول الوقت هي معتمده على لاعب واحد، لو ما عملش الفارق يبقى الفرقه كلها مش موجوده. بص يا كريم، القصه دي لو قعدنا نتكلم فيها هنتكلم فيها وقت طويل، بس عشان ابقى انا صريح معاك. قول لي السنه دي في مشكله في نادي الزمالك وانت بتعمل تكوين فرقه. ايوه لا اشرحها لي. لا عادي خد وقتك عشان دي نقطه فرصه ان الناس تفهم. بص يا كريم، انا نفسي يعني مش فاهم بالمناسبه. يعني لا بص يا كريم، هي القصه كلها انا لما باجي اكون فرقه لازم بكون فرقه يبقى اللعيبه مش شبه بعض ولازم اشتغل. يعني انا النهارده ما ينفعش يبقى عندي اتنين راس حربه بنفس المواصفات اللي هو نص المنسي وسيفي جزي شبه بعض جدا تمام في الاداء. صح. ما ينفعش يبقى نص الملعب الثلاثه شبه بعض اللي هو سيسي وعمرو السيسي ودونجا. صح. دي مشكله السنه دي في اختيار. انت قبل كده ارجع بقى من سنتين فاتوا كان طارق حامد بشكل، فرجاني ساسي بشكل، صح، اوباما بشكل، صح حرفيا انت معاك 1-6 1-8 1-10 ماشي. مصطفى محمد كان بشكل. كاسونجو كان بشكل. صح. كاسونجو سرعات. أيوة. مصطفى بدماغه وشويت ومحطه وبيلعب بدماغه. ايوه. ترجع للباك رايت كان عندك حمدي النجاس. ايوه. راجل بتاع مسافات طويله وتتحط له ويعمل كروس وقوه. وعندك حازم امام اللي هو الدريبر اللي يشتغل واحد على واحد. صح. عبد الشافي المدافع مدافع. وفتوح اللي هو الراجل الباك اللي يقدر يزيد ويعمل. شوف انت بقى النهارده كام لعيب قلته لك الوقت في اختلاف في الصفات. صح. والوقت في الزمالك عشان كده النهارده انت بتتكلم على زيزو مش بتعيب في الباقي. ايوه. لكن زيزو الوحيد اللي ممكن مختلف عن اللعيبه اللي موجوده. ايوه. فدي نقطه. بقعد افكر طب لو زيزو يا جماعه مش في الملعب. عشان كده النهارده الجماهير كلها بتسال هو زيزو هيتوقف ماتش النصر ولا لا. هو انت حياتك كلها انا بقول لك كمشجع انت متعلقه بزيزو. لو زيزو مش موجود هيبقى عندك عشان مشكلة. عشان كده يا كريم اصعب حاجه في الكوره تكوين الفريق. ايوه. ولا مدير فني ولا اداره ولا اي حاجه، اما اجي اكون فرقه. وتكوين الفريق اللي انت شرحته ده، بس انا عايز اوضح للساده المشاهدين ان انت ممكن تجيب نجوم العالم كلها بس كلهم شبه بعض. شبه بعض. يبقى انت ما عادش فرقه. بالزبط. دي ما بسمهاش فرقه. بالزبط. دي اسمها انت لميت شويه نجوم كويسه. فده انا شايف حتى يعني عشان كده بقول لك النهارده انت ما عندكش حلول. انت اما احمد سيد زيزو بتمسك ما عندكش حلول. صح. بدليل النهارده اللي شيكابالا كابتن الفرقه و37 سنه في الملعب ليه؟ عنده حلول. ممكن في ثانيه يوصلك للجول. صح. ممكن في ثانيه يعمل فاول. اصل الناس تسالك برضه تقول لك ايه يا جماعه شيكابالا 37 سنه تم مأمور البدنيه ما تخلوش يلعب 90 دقيقه، هو الراجل سايبه ليه في الملعب ده كله؟ بس اللي انت قلته ده عشان عنده حلول. انا ممكن ياثر عليا دفاعيا مثلا بس عنده حلول. هو انا النهارده ما انا هجيب جون ازاي؟ صح. ما انا ممكن واحد يدافع لي. لكن مش ممكن واحد يجيب لي جون. لا يعني قليل جدا اللعيبه اللي تقدر تعمل لك الفرق. صح. فشيكابالا ممكن الناس بتتكلم على ادوار دفاعيه ممكن مش اعلى حاجه، بس الكره اما بتجيله ممكن في ثانيه يوصلك للجول. مظبوط. احمد سيد زيزو ممكن في ثانيه يجي للجول. لكن غير كده ما يعني زي ما بقول لك. فعشان كده انا بقول لك الزمالك السنه دي مشكلته في تكوين الفرقه، ما عندكش لعيبه مختلفه في الادوار، كله شبه بعض او معظم حتى الحته اللي ورا. الوحيد اللي عنده سرعات وقوه وبيلعب بدماغه بتاع الونش. صح. والباقي هتلاقي برضو ده عنده مهاره من المهارات. بالظبط. يعني واحده دي واحده دي مش شبه بعض. بالظبط. او ممكن نقول الوحيد اللي سيرد باك عند متكامل الى حد ما الونش. بالظبط. كورته كويسه، بيلعب بدماغه كويس. صح. عنده خبرات، عنده كذا. فعشان كده يا كريم نتفق نختلف. نادي الزمالك السنه الجايه محتاج تدعيم، لو ما دعمتش الدنيا هتبقى صعبه. طب لو سالتك الزمالك محتاج تدعيم بكام لاعب تقول لي كام رقم؟ مع الراجل ده ومع اللعيبه اللي موجوده ممكن 4-5 لعيبه بس. بس اللي انت النهارده في كل خط محتاج يعني انت النهارده محتاج سيرد باك. محمود انا شايف محمود علاء والونش ربنا يشفيه لو رجعوا الاثنين دول انت مش محتاج سيرد باك. تمام. عندك فتوح
يشتغل كويس. بس محتاج مع باك ليفت. مع ممكن حاتم يعني ها يكتسب خبراته وهيروح اولمبيات ويبقى موجود معاه. تمام. حته الباك رايت انت عندك حمزه المسلوسي، لا محتاج معاه فرده كويسه. تمام. سته انت محتاج واحد سته. تمانيه انت محتاج. طب ده اكتر مركز عندك في الملعب في التشكيله. اهم كريم. لا انا اقصد السته ده تحديدا انت عندك منه كتير، وفي نفس الوقت بتقول لي انت عايز سته. بالظبط. فانت بتقول لي ان الكواليتي اللي موجود هو رقم سته بيعمل ادوار بس مش احسن حاجه. كريم اهم لعيب في ال 11 لعيب. أيوة. ولا تقول لي حارس مرمى ولا تقول لي فيروت. سته. سته. انت عارف نونو سانتو بتاع اتحاد جده؟ عنده طارق حامد وعنده كانتي وجاب فابينيو النهارده. يعني ليه؟ هي ثلاثه جامدين جدا. يعني واحد من افضل اللاعبين في افريقيا طارق حامد، واثنين من افضل لعيبه العالم كانتي وفابينيو. بالظبط. اهم مركز في وجهه نظري في الملعب 100% 100%. ليه؟ انت اول حاجه ما بيوصلش حاجه للجون. يعني انت النهارده لو عندك، انت بتقول الثلاثه اللي عندك دول طارق حامد وكانتي وفابينيو، لو دول في نص الملعب مرصوصين كده خلاص كل سنه طيب بقى، طير الباقي بقى بنزيما قدام و... والراجل البرازيلي اللي هو فابينيو. لا في اللي هو مين؟ اتحاد جده. اتحاد جده اللي هو رقم اللي هو هداف الدوري ده. وبنزيما وطير بقى الباقي. وحمد الله تقصد؟ حمد الله. حمد الله. ما انا بقول لك فعنده، فعشان كده بقول لك الزمالك محتاج، بس مواصفاته يبقى كريم. اولا لازم بيلعب بدماغه كويس. عشان انت كور طويله مش لازم توصل لخط الدفاع. كورته كويسه. يطلع بالكره كويس. إيه انت محتاج؟ انا في وجهه نظري سته، الزمالك محتاج سته بمواصفات معينه. ثمانيه محتاج، عشره محتاج. ومحتاج طبعا طرف بديل لزيزو وطرف ناحيه اليمين. مين من الاسماء اللي في الماركت شايفها مهمه تبقى موجوده في الزمالك في المستقبل؟ اسم او اتنين، مش لازم تقول لي بقى كل المراكز دي اسمائهم. يعني انت في لعيبه انت شايف انها لو جت الزمالك تخش المنظومه دي وبسرعه تندمج. لو عندك مكان لمحترف. الباك رايت بتاع فاركو. انكادا. انكادا صح، ده واحد جامد جدا. تمام. ناصر ماهر. محتاجه. محتاج ممكن محمود حماده. مهم جدا. يعني انا بقول لك دول اهم ثلاثه اللي ممكن في دماغ الوقت. رضا بوبو خلاص راح بيراميدز. لو في امكانيه تجيب فخر الدين بن يوسف ينفع في نادي الزمالك. انا برضو سؤال، انا برضو يعني راجل خلاص عقده انتهى مع بيراميدز، لعيب دولي ويقدر يلعب لك فرويد ويقدر يلعب لك طرف شمال. وما شاء الله مواصفات برضو جسمانيه. فخر الدين بن يوسف انا شايف الاربعه دول لو نادي الزمالك. سته ما اقدرش اقول لك يعني في مصر. اتمنى يعني طارق حمد اللي لو في امكانيه يرجع الزمالك. يعني ما فيش سته برضو خد عيني في، ممكن مهند لاشين، بس مهند لاشين برضو هو راح بيراميدز. فدول ممكن ابرز الاسماء اللي ممكن يعني دول اللي انا في دماغي الوقت. يعني اسالك سؤال يعني يبدو تقليدي شويه، تقليدي جدا، بس برضو عشان الجمهور اللي بيتفرج وانت واحد من جمهور الزمالك في كل الاحوال، انت متفائل لحال الزمالك السنه الجايه ولا مش متشائم؟ مش متشائم بس ومش عاجبني التشاؤم اللي عند الجمهور. بس هو جرس انذار اللي انت النهارده اتفرج على الصفقات اللي بيراميدز بتعملها والاهلي بيعملها والمصري هيعملها مع الكابتن علي ماهر والانديه هتعملها، كل الفرق بتقوي نفسها. ما هو مش هينفع النهارده تبقى قاعد انت بتتفرج على الصفقات دي والفرق بتقوي نفسها، وكل سنه يا كريم عن سنه الدوري بيقوى والفرق بتقوي نفسها. والدليل انه الاهلي كسبان كل البطولات، راح يجيب امام عاشور افضل لاعب وسط في مصر، وراجل رضا سليم افضل لاعب في المغرب. بقول لك فانت وهو كسبان اصلا كمان. فجرس انذار. لكن انا النهارده مش عاجبني، حتى انا كنت بقول من شويه التشاؤم لا خلاص، ما انت مش هتكسب على طول ومش هتخسر على طول. صح. بس الناس برضو قلقانه اللي انت النهارده الماركاتو بدا وانت مش عارف راسك من رجلك. متاخر كمان. متاخر. انا من كام يوم الناس في بعض من جماهير الزمالك زعلت مني، بس هقولها لك وانت اكدها، انت السوق بيقفل عليك. ما انت برضو انت داخل متاخر تحديدا السوق الخارجي. يعني كله بيقفل ورقه بره عشان خلاص هيبداوا الموسم. خلاص كمان اسبوعين ثلاثه. فاللي اشترى وباع وكل حاجه خلاص انت طيب. فانت عقبال لما تبدا تفكر تشتري من بره، سيبك من اللي في مصر، تبدا تشتري من بره هيكون كله قفل. ومن مصر برضو. ومن مصر كمان هيكون انت النهارده الثلاث لعيبه اللي راحوا مرعي ومهند لاشين وبوبو من افضل على ما هو الكويس هيتخطف الوقت. هيتخطف. صح. مش هيبقى لك غير مين بقى؟ اللعيب الفري او اللعيب اللي عنده مشكله مع مدرب، او اللعيب اللي انت كنت حاطه خيار ثاني او ثالث. خيار ثاني او ثالث. صح. فلا عشان كده بقول لك لازم النهارده انت عندك مشكله حلها بقى. لازم وانت النهارده معلش انا النهارده موجود وفي مشاكل لازم احلها. لكن مش هينفع النهارده كل سنه هنفضل على حد، عشان الناس برضو خلي بالك كريم برضو اتفضل يعني لازم المسؤولين تبص النظره. يعني انت النهارده مثلا الماتش بتاع الزمالك اللي فات في السعوديه
ده في اطفال ورضع وشيوخ وناس كبيره وناس طبعا بتبكي وناس يا جماعه الكوره مش ملعب بس. فعشان الناس ما تحرقش دمها من دلوقتي, انا راجل برضو انا بكلمك دلوقتي بلغه مشجع, ايوه زمالك كده, عشان الناس ما تحرقش دمها من دلوقتي. صح صح. وما ينفعش النهارده اوعد نوعد الجمهور اللي فيه صفقات وبعد كده يقول لك اصل القيد اتقفل. لا, يبقى في صراحه. ما فيش قيد خلاص يا جماعه, ده الوضع دلوقتي هيبقى عشان الناس ما تتعشمش وبعد كده ترجع. صح, عشان في اسماء كل شويه كل يوم تتقال اسماء فلان هيجي. وجمهور الزمالك مش صغير يا كريم برضو. يعني جمهور الزمالك مش اللي هو كل شويه مره كده ومره كده, لا. فعشان عشان عشان كده بقول لك لازم يبقى في حد للقصه دي ولازم يتقال. هتسدد بقى عقوبات, هتسدد مش هتسدد, خلاص يبقى الامر كده عشان الناس ما تتعشمش ونخش في وجع دماغ. صح, زي السنه دي. صح, كابتن امير كالعاده بتنور وبتشرف, القعده معاك حلوه دايما. ربنا يخليك, بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل, الزملاء الاعزاء محمد ابو علي واحمد الهواري معاهم كثير من الكواليس المهمه, خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى, شرفني وينورني في هذه الفقره اصدقائي الاعزاء المميزين جدا, بيقولوا شويه كواليس حلوه قوي الفقره دي, انا بحبها جدا عشان الاثنين كمان بحبهم جدا, محمد ابو علي واحمد الهواري. وعلي منور الدنيا حبيبي كريم. انا السعيد ان انا موجود معاك, ويعني تاني باكد لك ان رد الفعل بيبقى انا مش متوقع, بس خلاص ابتديت اخد بقى يعني بعد الحلقه معاك بلاقي رد فعل. انت عشان شغلك عظيم, ربنا يكرمكم. لا, شغالين شغل محترم, بحييك طبعا وفريق الاعداد وطاقم السوشيال ميديا. يا رب يخليك. هواري منور الدنيا كالعاده. ده نورك يا كريم وشياكه دايما. لا قبل مبسوط بس يعني سني انا بس مش لاقي تفسير للمنديل الاحمر يعني, وعايز اقول ايه هو عشان القميص احمر يعني سهل اهي ما فيهاش. ايوه برضه لسه ما دخلش في دايره برضه القميص احمر يعني هيبقى صحفي عشان البليزر جراي تلبس احمر. سيبني انا اخلص الحكايه. البليزر جراي فيدي الحته الحمر الاحمر يعني الشاكة. ما فيش صفقه رايحه كده, ما فيش عرض جاي الشاكه, بس هو الراجل ما بيفكرش وهو نازل من البيت كده, بيفكر هبقى شيك ازاي يعني. منور هوال حبيبك كده, نورك ودايما مبسوط. ومعنا ابو علي حبيبي, نقول له الف سلامه, تعرض لوعكه صحيه كده بعد الحلقه. سلامتك سلامتك. حسدت الف سلام عليك. النوايا لا نوايا زي الفل يا عم, نوايا زي الفل. طيب تكفير ذنوب. انا هجيلك في موضوع مهم جدا, بس هروح لهواري الاول. بس عقبال ما اجي لك فيه تحضره, قول لي الغرامه بتاعت كهربا حصل فيها ايه, فكر فيها بقى وقول لي. هديك واحده قنبله النهارده والله. طيب بس انا لسه عندي عارفها من مفيش ساعه. انا عشان فضولي مش قادر يخليني استنى. ماذا عن تصريحات شيكابالا بعد مباراه اليوم؟ الراجل قال في حاجات هقولها بعد البطوله العربيه, بعد الماتش الاولاني. بعد الماتش الاولاني ايه بقى؟ عفوا, بعد الماتش الاولاني. طيب, هو كانت من تصريحات غريبة خرجت. الكل كان مركز في فوز الزمالك الكريم بربعية على المينستيري, الكل فوجئ ان شيكابالا بعد الماتش خرج وقال لك احنا بنرد النهاردة, والتشكيك اللي تشكك في اللعيبة والجهاز والناس دي تابت, واللي حصل معانا احنا هنطلع نتكلم, مش هنتكلم فيه دلوقتي, هنتكلم فيه بعد البطولة لما الموسم يخلص, لان الموسم ما خلصش بالنسبة لنا, هيخلص بالبطولة العربية. بعد الموسم هنطلع نتكلم. حتى الاعلام هناك حاول ان هو يتواصل مع شيكابالا, والمراسل وهو بيعمل معاه اللقاء قال له طب ايه اتكلم, شيكابالا رفض تماما. لكن هنقول للناس شيكابالا ابرز ازمة هو كان بيتكلم عنها هي قصة كلام الفترة اللي فاتت كريم. كان طلع ان الزمالك ازمة المستحقات اتحلت, اللعيبة خدت 50% و60% و70%, ده مش صح. مفيش في لعيبة لحد النهاردة ما كملتش 30% من نسبة عقودها. في لعيبة لحد النهاردة ليها مستحقات متأخرة من الموسم اللي فات. اللعيبة كانوا قبل السفر يا كريم كانوا بيجهزوا نفسهم ان هم الإدارة تصرف لهم جزء من مستحقاتهم, وكان بالفعل في التمرين الأخير في قاعدة من إدارة نادي الزمالك مع اللعيبة, لكن فوجئوا ان هم سافروا مفيش أي مستحقات نزلت لهم. طبعا في لعيبه تعرضت لازمات, منها لعيبه كبار باعوا عربياتهم, لعيبه كانوا شاريين شقق باعوها رجعوا في العقود اللي كانوا مضينها. معلش, كل دي انا عاده ما بقولكش اكيد, انا عارف معلوماتك بتبقى 100%, بس هضطر اقولها عشان ناكد للجمهور. انت بتقول لي في لعيبه كبيره باعت عربياتها وباعت شققها عشان عندهم مشكله ماليه, دي حقيقه؟ في لعيبه ينفع تقول اسمها؟ فتوح باع عربيته, وهي عربية منتشرة يعني على الانترنت. العربية المنتشرة دي اتبعت عشان ما قدرش يكمل اقساطها فباعها. ففي لعيبة تعرضت لأزمات. ده المحور الأساسي اللي كان شيكابالا بيتكلم عليه بعد ماتش الاتحاد المينستيري, ولقى يعني رد فعل غريب جدا من الجمهور, وكل بدأ يستفسر ايه, وهي القصة كلها في الأزمات اللي تعرض ليها اللعيبة, اللي هي خاصة بموضوع المستحقات, وخاصة ان اللعيبة تعرضوا لأزمات
أسرية في منازلهم، ما بيقدروش يسددوا المبالغ اللي عليهم والاقساط اللي عليهم. ده كان كلام شيكابالا اللي هيطلع يقوله بعد البطولة لو خرج يعني، وقاله ده الكلام اللي كان شيكابالا عايز يطلع يتكلم فيه. عظيم. ماذا عن غرامة كهربا؟ بقالنا أيام وشهور نتحدث إن الغرامة قربت، الغرامة بتتسدد، الغرامة دفعت، في أجزاء راحت، في يعني الوضع إيه؟ بص يا كريم، أنا لحد النهاردة مثلا الساعة 7-8 كنت على علم إن كهربا قبل يوم 3 أغسطس هيدفع الفلوس بتاعة الغرامة عشان الاجتماع اللي متحدد ليوم 3 أغسطس، وإن بعديها هيتخذ يعني في قرار هيطلع بعديه بالإيقاف. أنا كلمت مصدر مهم جدا في القصة وأكد لي إن كهربا مش هيدفع الغرامة قبل 3-8 ولا الكلام ده، وإنه لسه بعد جلسة يوم 3 دي عنده مهلة يعني ممكن تقعد شهر او شهر وي كمان. لا استنى، انت دلوقتي بتقول لي، انت بتقول دلوقتي مفاجاه كبيره. والايام كبيره عشان هيتقابل. لا ما اصل انا بقول حاجه على مسؤوليتي. هنتقابل. انت بتقول لي انه كهربا الغرامه مش هتتسدد قبل يوم 3 اغسطس وممكن يبقى في شهر كمان. بالظبط. يعني انا سالت حد مهم في القصه ايه الجديد، الموضوع يوم 3 هيدفع، فتقال لي لا في تطورات واني مش هيطلع قرار في جلسه، مع ان انا شفت الجواب ومكتوب فيه ان في جلسه يوم 3-8 بعديها هيتم معاقبه اللاعب. فلما سالت، واحنا دلوقتي كلنا بنتفاجئ كل فتره بيبقى المفروض مستنيين عقوبه او مستنيين سداد، فما بلاقيش لا سداد ولا عقوبه. ايوه بالظبط. فسالت هل الموضوع اتكرر؟ قالوا لي بالفعل مش هيتم سداد الفلوس قبل يوم 3-8 او الكلام اللي بيتقال ده، وان لسه في مهله ممكن اللاعب يقعد شهر بعديها وبعد كده يفكر يسدد. طبعا الموضوع ده يعني هيعمل صدمه للمسؤولين في نادي الزمالك او الناس الزملكاويه اللي بيمنوا النفس ان كهربا يدفع الغرامه طبعا. والمعلومه دي كانوا بعتوا جواب رسمي للاتحاد الدولي بيخاطبوا فيه الاتحاد الدولي وبيأكدوا ان يجب مخاطبه محمود عبد المنعم كهربا بسداد مبلغ غرامه على الحساب الرسمي الخاص باتحاد الكره المصري، لان احنا الحساب بتاعنا فيه مشكله. وده جواب اتبعت فعلا من نادي الزمالك للاتحاد الدولي، الحساب بتاعنا فيه مشكله، فبرجاء ارسال رقم الحساب الخاص باتحاد الكره للاعب والمحامي بتاعه عشان يحول الغرامه عليه. لا انت هنا بقى فتحت لي سكه ثانيه هسالك فيها انت وهواري. ده انا بديك تاكيدا للمعلومه بتاعتي. وقالوا ان احنا يعني بناء على التحويل اللي هيحصل لاتحاد الكره المفروض يعني هنسدد الغرامات الخاصه او العقوبات اللي علينا الخاصه عشان يرفع ايقاف القيد. بالظبط، عشان نرفع ايقاف القيد عن النادي. فدلوقتي حصل تطور جديد او حصل يعني لخبطه في القصه، والمعلومه دي احنا يعني مع بعض يعني. طيب لو في العمر بقيه احنا مع بعض. المعلومه دي عظيمه جدا، بس في نقطه عايز اسال فيها هواري. طيب لو دلوقتي كهربا قرر، انا انت قلت حته كده في النص مش المفروض تتفوت، لو كهربا قرر انه يبعت الفلوس دي على حساب نادي الزمالك، وانا بعت الفلوس ماليش دعوه، حساب نادي الزمالك زي ما الناس كلها عارفه خلاص محجوز عليه، والزمالك عايز الفلوس توصل لحساب اتحاد الكوره عشان يبدا يستخدمها. طب لو ده حصل الموقف هيبقى عامل ازاي من ناحيه الزمالك ولا من ناحيه ايه؟ ناحيه الزمالك. الزمالك فلوس يعني. بص زي ما ابو علي بيقول كده، انا اختلف بس معاه في الاول، هرد عليك في سؤالك. بس انا اختلف مع ابو علي، اللي انا عارفه من ناحيه الزمالك لا، ان هو يوم 3-8 ده قرار كلنا عارفين كده. لو ما سددش، ما احنا كلنا لسه قايل لك احنا كلنا عارفين ان قبل 3-8 لازم يدفع. ما اعتقدش ان انا لسه لحد ما كنت بتكلم عندي على القناه بقول ان لازم يدفع قبل 3-8 وخلاص وبيجهز. انا المعلومه دي متاكد منها زي ما متاكد ان انا قاعد معاكم. تطور يعني. ومن تطور ومن مصدر ما يعني ما هي القصة هتتحسم خلال 48 ساعة من ناحية الزمالك. لو كهربا قرر كده، أنا ما أعتقدش إنه هيعمل كده. لو كهربا قرر كده أكيد ده هيبقى أزمة كبيرة طبعا لنادي الزمالك. أنت مشكك فيها وري؟ لا 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 هو لا أنا بس ده بيرد على سؤالي أنا. لو كهربا بعت الفلوس على حساب نادي الزمالك، الحساب بتاع نادي الزمالك هي طبعا أكيد أزمة كبيرة، لكن أنا بقول لك هيبقى في لينك. طالما اتحاد الكورة، لو اتحاد الكورة بعت للفيفا إن هي اتبعت، يبقى الفيفا هيجبر كهربا إنه يبعت على الحساب بتاع اتحاد الكورة عشان في مشكلة في حساب الزمالك. ما أعتقدش إن هو ليه حرية اختيار الحساب يعني. طيب حلو، دي قصة كهربا حطيناها على جنب. في قصة تانية، صفقة قرن بتتحط بين قوسين كل شوية، يقول لك صفقة القرن اللي جاية نادي الزمالك، صفقة القرن اللي جاية نادي الزمالك. طبعا جمهور الزمالك دلوقتي بيبص لي وانا بتكلم ويقول لي طب نجيب صفقه عاديه مش صفقه القرض. بس لو صفقه القرض بتحط جنبها اسم رمضان صبحي، هل رمضان صبحي فعلا في كلام بينه وبين نادي الزمالك؟ هل ممكن يروح نادي الزمالك؟ هل بيراميدز ممكن يستغنى عن رمضان صبحي؟ ده السؤال. طيب الزمالك يا كريم، البعض جوه النادي بدا يتكلم في قصه ان احنا عايزين صفقه
لها ثقل، صفقة نقدر نقول إن هي صفقة رد اعتبار شوية، صفقة جماهيرية. ما فيش في السوق الاسم ده أو الاسم المتاح إن هو يكون صفقة جماهيرية غير اتنين، يا عبد الله السعيد يا رمضان صبحي. ورمضان الأكثر يعني، لأن رمضان لسه صفقة تقدر تديك أو لاعب يقدر يديك على مر موسم كتير. فالبعض جوه نادي الزمالك بدأ شوية يطرح اسم رمضان صبحي، لكن هل الزمالك تفاوض مع رمضان صبحي؟ كنت قلتلك قبل كده وباكد لك تاني لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، والسوق فيه متغيرات ومعانا لسه شهر ونص على الانتقالات يعني لحد ما تقفل، الزمالك لم يفوض حتى الان رمضان صبحي، ولا بشكل رسمي ولا عن طريق وسطاء ولا فاتح اللاعب ولا فاتح بيراميدز، ولكن اسمه ممكن يروح في النادي. ده هيكون متوقف على كريم، هيكون متوقف على ان الزمالك اولا يخلص ازمه القيد، ثانيا يخلص صفقاته، ثالثا يحصل انتعاشة مالية في الزمالك تقدر تخليه يدخل في صفقة رمضان، لان انت رمضان هتبقى مطالب ان انت تتفاوض مع بيراميدز على رقم، وبيراميدز مش هيتخلى عن رمضان برقم قليل صح. وفي نفس الوقت راتب اللاعب وده هيبقى رقم كبير جدا برضو، بتتكلم في رقم اعتقد هيبقى قريب من الرقم اللي بياخده هناك، مش هينزل في فلوس. كام؟ انا ما عنديش معلومة بصراحة. رمضان بياخد كام في بيراميدز؟ لا انا ما اعرفش بياخد كام، بس عارف ان هو انتقل بمبلغ ضخم جدا. انا اقصد انت عشان كمان تدي الراتب بتاع رمضان صبحي انت محتاج كمان تحل الازمات اللي عندك الاول بالظبط. فانت بتتكلم ان انت عندك يعني مشكله الزمالك دلوقتي اصلا يا كريم في ان انت اي فلوس داخله لك رحل لقصه القيد، فدي مشكله كبيره جدا. وبعد القيد المفروض تدفع المستحقات المتاخره للاعبين، وبعد ما خلاص المستحقات المتاخره للاعبين اصلا كمان ملف تجديد فتوح وتجديد صبحي، فبرضه هتبقى لازم تدفع مقدمات عقود للاثنين صح. ف لا اللي باكده لك في قصه رمضان مفيش رمضان لحد دلوقتي، مفيش رمضان صبحي للزمالك. طيب ماذا عن موضوع معسكر الاهلي الخارجي؟ سمعنا عن موضوع المانيا دوت، الموضوع حقيقي؟ بالظبط. بصوا قصه المعسكر اتطرحت اوريدي، ومارسيل كولر عايز معسكر ومصمم ان هو يكون في اوروبا. حلو. رافض فكره ان يبقى في معسكر في اي دوله عربيه او نطلع في بلد، هو الراجل اللي عايز اوروبا. فهنا الاهلي ابتدى يخاطب الشركه الراعيه على إقامة المعسكر، وفي مفاوضات في ده، بس في بعض العقبات اللي بتقابل النادي الأهلي في قصة المعسكر. أولها التأشيرة، أنت عارف تأشيرة أوروبا بتحتاج تأشيرة معانا مش أي حد بيحصل عليها، بتاخد وقت كبير طبعا. فهل يلحقوا إن هم يعني يطلعوا التأشيرة أو يعملوا التأشيرة لعدد كبير من اللعيبة ما حصلش على تأشيرة أوروبا قبل كده؟ دي واحدة من الأزمات. هل في المعسكر حسب طلبات مارسيل كولر هيقدر يوفروا مباراه مع فريق كبير في المعسكر ده؟ لسه لحد دلوقتي برضو الامور ما يعني ما اتحسمتش. كان في كلام انه انتراكت فرانكفورت من الفرق المرشحه. لا مفيش لحد دلوقتي مفيش اي حاجه يعني في القصه دي، ده كان كلام اتقال، لكن اللي بيحدد ده لسه الشركه الراعيه بالاتفاق مع النادي الاهلي. فلحد دلوقتي مفيش اي خطوات في قصه المعسكر، والموضوع قائم زي ما بقول لك كريم. التاشيره، لان انت فاكر لما كان الاهلي المفروض مسافر في فتره من الفترات هيطلع اوروبا في سفريه وحصل مشكله في تاشيرات بعض اللعيبه، فالموضوع اتلغى، كان ماتش ودي هيتلعب والموضوع اتلغى، وحصل ازمه في موضوع التاشيره وان مش كل اللعيبه تقدر تطلع التاشيره دي، فده عقبه كبيره. وتاشيره المانيا كمان من الدول اللي يعني تاشيرتها بتبقى صعبه شويه، فكل ده معطل الدنيا. لكن فكره المعسكر مارسيل كولر طالبها، اقامه مباراه مع فريق كبير في اخر المعسكر، يعني المعسكر يبدا لو هيتعمل بمباراه تدريجيه، فريق سهل بعد كده فريق اصعب شويه، بعد كده يوصل تلعب ماتش كبير مع فريق ليه اسمه برضه، لما توفرتش هيبقى في مشكله في المعسكر. فلحد دلوقتي في محاولات جاريه، لكن ما تمش الاتفاق على اي حاجه حسب. وما فيش اي حاجه خاصه بموضوع المعسكر. طيب. كان الراجل بعد مباراه المصري هيدي اللعيبه راحه 3 اسابيع، والمفروض بعدها يبدا الاستعداد للموسم الجديد، ويبدا بقى فكره المعسكر. هل في خلال الفتره دي الاهلي يقدر يوفر بالاتفاق مع الشركه الراعيه؟ لحد دلوقتي الموضوع صعب ومش سهل، ويعني فكره اقامه المعسكر يمكن نقول اقامتها من عدمه 60% ممكن ما تتعملش و40% تتعمل. مفهوم. حلو جدا. رضا سليم، رضا سليم قبل ما ينضم رسميا للنادي الاهلي، الاهلي اعلن منذ ساعات قليلا وخلاص ضم اللاعب رسميا، احنا عارفين الكلام ده بقى لنا كام يوم كتير كلنا يعني. يمكن الاسبوع اللي فات قلنا هنا كريم ان هو يعني في خلال ايام هيوصل النادي الاهلي ويتعلن عليه في منتصف الاسبوع لو تفتكر. الامور محسومه طبعا، فاكر كويس. بالنسبه لرضا سليم، هل الزمالك فعلا دخل في مفاوضات معاه؟ هل في مفاوضات حقيقيه ولا كان مجرد كلام؟ طيب الزمالك يا كريم في قصه رضا سليم دي، هو كان بيراقب اللاعب وبيتابعه من اكتر من شهرين، وفتح مفاوضات كده
يعرف الدنيا ايه، الموقف ايه، لان الزمالك كان محتاج وينج في الحته بتاعت رضا سليم. بالمناسبه رضا سليم هو وينج رايت صريح، صح ما يقدرش يلعب ليفت. كان معايا امبارح مدرب الجيش الملكي، مدير فني للجيش الملكي، وقال لي اللي انت قلته ده نص. قال انا ما سالته على المراكز، انا ما سمعتوش بصراحه، بس يعني قال سالته على المراكز اللي يلعب فيها رضا سليم، قال لي رضا سليم جناح ايمن، افضل مستوى تاخده من رضا سليم جناح ايمن بالزبط. لو راح اي مركز تاني يقل المستوى شويه، لا كتير يقل كتير يعني ده طبعا هو مش هيقول كتير في التليفون بس يعني انا بقول لك انا يقل كتير. وفي الماتشات اللي لعبها في مع الجيش الملكي لما كان بيتغير ويروح الناحيه الثانيه ما كانش بيأدي خالص. فانت جايب لعيب في الحته دي، ده المكان اللي كان عايزه الزمالك، والزمالك بدا يتحرك. بالمناسبه انا اسف للمقاطعه، هسيبك تكمل، بس لو من كام شهر قليلين قلنا حسين الشحات هيلعب ناحيه الشمال كنا نقول مستحيل يلعب الشمال، هو راجل يمين بس. فالراجل مارسيل كولر طور حسين الشحات واحد من افضل الاجنحه اليوسف، فممكن يعمل كده مع رضا سليم. دي بس وارد بس يعني بس اللي انت قلته مهم جدا، صعب. فالزمالك كان بيتحرك على هذا الاساس وفتح خطوط اتصال باللاعب لما بدا الامور يلاقي الزمالك فيها ان هي فيها يعني ارقام اعلى من الارقام اللي الزمالك حاططها في صفقاته، سواء راتب اللاعب او لو تعاقدات مع انديه يعني مقابل شراء عقد اللاعب. لا الزمالك بدا ياخر رجل في القصه وخرج من صفقة رضا سليم، لأن برضو الناس قالت إن الزمالك فشل في ضم. لا أنا اللي أنا عارفه إن الزمالك خرج من بدري في صفقة رضا سليم. بالمناسبة وده رأيي أنا، شايف إن الأهلي ما كانش في احتياج لصفقة رضا سليم، لأن أنت عندك بيرسي تاو، إلا لو الأهلي هيطلع بيرسي تاو، وأنا ده أعتقد إنه صعب يعني. فبمناسبة رضا سليم لا الزمالك طلع من صفقة رضا سليم دي من بدري جدا. حبيبك محمد جمال كان معانا من كام يوم، محمد جمال صديقكم يعني، فقعد يشرح حاجة فنية كده حلوة بصراحة. قال لك ازاي ممكن تستفيد من رضا سليم وبيرسيتا وحسين الشحات مع بعض في الملعب، شرحها بطريقه عظيمه جدا في 4-3-3 ومين ممكن يلعب 8 وطريقه كويسه. طبعا يعني انت على الورق لو واحد مكان واحد، يا مثلا لو جيت قلت لك مثلا ايه المنتخب محتاج زيزو ولا لا، هتقول لا هو في صلاح مش محتاج زيزو، بس يجي فيتوريا او كيروشي يوظف زيزو 8 في كويس. كده كلامك والكلمه دي اتكررت حتى في صفقه مروان عطيه. قال لك الاهلي مش محتاج مروان عطيه. لا خالص انا كنت هنا مع كريم. لا لا مش هو مش كلام عليك حبيبي، انا فاهم عليك. انا فاهم بس كده كانت بتقول اسمع بس طب علي عايز ياخدنا في سكه ايه؟ لا لا خالص، كل صفقه الاهلي بيجيبها بنقول لا مش محتاج. لا لا انا ما قلتش كده. مروان عطيه هقول لك، بس مروان عطيه الكل كان شايف ان الاهلي اكيد في احتياج، لان مع عمرو السوليه سنه، وان عمرو كمان مستواه بقول لك اللي كان خلاص. لا لا سيبه يقول وجهه نظره. هو اللي كان بيتقال يا كريم اتفضل، الاهلي عنده السوليه وديانج وحمدي، حد اصلا من دول هيقعد احتياطي؟ على فكره انا من الناس مروان عطيه هيقدر يقعد لو هو ما قالش كده، فانا قلت كده، قلت الاهلي المركز ده مليان عنده بالظبط ناس ده غير كتير. كمان اكرم توفيق لما يرجع بالسلامه فهو يلعب المركز عادي، قالوا ان الراجل بيلعب قفشه وقندوسي اصلا 8 صح، يعني هو اصلا ما بيستخدمش حد 10 وبيلعب بحمدي فتحي ساعات بيخليه يزيد في حته. مظبوط يعني الناس كلها بتقول نفس الكلام. لكن رضا سليم تسالني انا بقى الاهلي محتاج رضا سليم؟ لا محتاجه. انت في لحظات ممكن تفقد اي حد من اللعيبه الاجنحه اللي عندك، ويمكن الابرز في فرقه الاهلي دلوقتي بيرسي تاو وحسين الشحات وعبد القادر على فترات صح. لو واحد فيهم مع فريق بحجم النادي الاهلي بيشارك في 4-5-6 بطولات في السيزون اتصاب، انت في ورطه. انت داخل مثلا تلعب سيمي فاينال افريقيا او فاينال افريقيا وبيرسي تاو الله لا قدر مثلا اتصاب، فانت لا عندك بديل، عندك رضا سليم. ممكن اقول لك وجهه نظر بقى، نظر مختلفه عن كل ده، انه الاهلي تحديدا الموسم اللي جاي عنده ضغط مباريات مرعبه، ده اللي انا كنت بتكلم فيه، وعنده سوبر ليج وعنده دوري ابطال افريقيا ودوري السوبر، دوري السوبر قدام اتحاد العاصمه بالظبط، وتكمله الكاس بالزبط. وعنده الدوري وعنده دوري ابطال افريقيا كاس عالم انديه، كاس عالم انديه، وترجع تاني تلعب. انت محتاج جيش من اللاعبين المميزين طبعا. يعني محتاج يبقى رقم واحد زي رقم اثنين حرفيا، وده كان اكتر حاجه بتميز مستر مانويل جوزيه. مانويل جوزيه صح، كان بيبقى عنده دايما في كل مركز 2-3 لعيبه مستوى متقارب صحيح، ومجهزهم صحيح، لعيب بيتصاب لعيب بيغيب لعيب بيتوقف، فدي ميزه او من مميزات الفرق الكبيره ان يبقى عندك لعيبه في كل مركز 2-3 لعيبه مستواهم قريب من بعض. طيب بمناسبه الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده، فين مهاجم الاهلي الجديد؟ بص هو الاهلي شغال على فكره المهاجم، ما طبعا بيشتغل، بس فين بقى؟ وكان اتطرح مثلا، عشان الجمهور بدا يقلق، خد بالك. لا لا هو زي يناير، انا قلت لك صفقه سوزا يمكن الاسبوع اللي فات اتعمل عليها هولد، ما قلتلكش ان هي فشلت. وقلت ان اتعمل عليها هولد، ولحد دلوقتي اللاعب اتعلقت يعني بالظبط اتعلقت. اللاعب بيحاول يقنع المدرب، ومسؤول النادي كمان بيحاول يقنع المدرب ان اللاعب حسب ما عرفت هيبقى فري في اخر السنه،
فطب بدل ما يمشي فري ممكن اي نادي ياخده او الاهلي يتعاقد معه في اخر السنه، طب ما احنا نستفيد منه ماليا. النقطه الثانيه، الاهلي اتعرض عليه اكتر من سي في جديد وراجل يمكن مارسيل كولر منه مثلا لعيب برازيلي بيلعب في الدوري الاوروجواي، وفي لعيب افريقي بيلعب في اوروبا، في لعيب بيلعب في الدوري المغربي، اكتر من لعيب كان اتعرض الراجل ركز عليهم او اتكلم عليهم ان هم واحد فيهم ممكن يجي، بس كل ده لسه يعني بيتاخد فيه خطوات بناء على اللي هيتم في صفقه سوزا اللي الراجل شايفه من اللعيبه اللي هتنفذ له الفكر بتاعه. لو ما تمتش هيبتدوا او دخلوا وابتدوا اوريدي بيتفاوضوا مع اللعيبه دي عشان لو الموضوع خلاص بقى اتقفل نهائيا يجيبوا اي حد من اللعيبه دي، خاصه ان مارسيل كولر برده ابدا اعجابه بيهم يعني. عظيم جدا. طيب استاذ هوادي، لو فرضا ازمه القيد بتاعت الزمالك اتحلت بكره، الزمالك بعدها مباشره هيجيب مين لاعبين؟ يعني مين اللاعبين اللي حاطط عينه عليهم او مخلص معاهم بعد رفع ازمه رفع ايقاف القيد؟ انا هجيب اللعيبه دي على طول. ده السؤال. بس في سؤال جنبه، في سؤال قبله. برافو عليك. خليها جنبه. هي ازمه القيد هتتحل ولا مش هتتحل؟ طيب الاسبوع اللي فات كلمتك في ازمه القيد دي وقلت لك ان الزمالك بيتحرك فيها بشكل كويس جدا وبالفعل جمع جزء كبير من المبلغ. لا النهارده بقى بقول لك خبر كويس جدا للجمهور، الزمالك بعت جزء كبير جدا من الغرامه لنادي سبورتنج لشبونه، تحوله بالفعل على حساب سبورتنج لشبونه. حلو الخبر ده. مبلغ حوالي يقترب من المليون دولار. ممتاز. تحوله بالفعل 300 و400 ألف تقريبا. مليون و400 وكسر كده. حلو جدا. حوالي مليون ونص. فالزمالك حوالي مثلا 60% من قيمه الغرامه تحولت لنادي سبورتنج لشبونه. يعني ابداء حسن نيه كده ان انا بدفع وبحاول ان انا اخلص القصه. لو في امكانيه ان سبورتنج لشبونه بقى يتفق مع الزمالك جدول الجزء الباقي تمام، ما حصلش اتفاق الزمالك عنده النيه برضو انه يكمل ويسدد ويخلص قصه سبورتنج لشبونه. قصه تشمبونج المبلغ مش كبير، بنتكلم في 270 ألف دولار هيخلصوا، مش قصه. حلو قوي. طيب السؤال بقى الرئيسي، الزمالك هيتحرك ازاي؟ تابعتك امبارح في الانترو كده فيديوهات كده سريعه، اتكلمت انت في حاجه كويسه في قصه كويسه. صدق هتقول قلت كل حاجه غلط. لا خالص. اتفضل. قصه السوق، ان السوق بيقفل شويه. أيوة. وده سؤال وجهته مباشره النهارده المسؤول في نادي الزمالك. قلت له السوق بيقفل والدنيا؟ قال لي لا خالص، احنا في لعيبه افارقه متفقين معاها، في لعيبه راحت انديه، بس في لعيبه احنا متفقين معاها، وفي انديه بتسيب اللعيبه بتاعتها لاخر وقت عشان يشوفوا اقصى استفاده يقدروا يستفيدوا منها ماديا. فلا السوق ما قفلش، احنا يعني ماشيين بخطوات كويسه. اكد لي ان في 2 لعيبه افارقه، مدافع في اتفاق معاه، وفي وينج بيلعب يمين وشمال متفقين معاه. قال لي احنا مش قلقانين خالص من قصه ان السوق يقفل. طيب اللعيبه المصريين بتتحركوا فيها ازاي؟ قال لي ان مش لعيبه كتير، لكن المركز الرئيسي اللي عايزين ندعمه هو مركز رقم 8. طب بنتكلم في مين؟ نفس الاسماء اللي كنا اتكلمنا فيها كريم قبل كده، محمود حماده، ناصر ماهر، محمد شحاته. في 2 من دول هيجوا مع عوده اوباما طبعا اللي رجع للزمالك، في 2 من الثلاثه دول هيكونوا موجودين. بنتكلم ناصر ماهر، محمود حماده، محمد شحاته. طيب الصفقه اللي الزمالك بقى داخل فيها كصفقه اضافيه لانه لعيب مميز ويقدروا برضو يوظفوه زي ما بيتوظف فتوح، محمد حمدي لاعب نادي انبي. وبالمناسبه هو كان معانا محمد جمال وقال لك هو عايز يروح الاهلي. محمد حمدي موقع رغبه للنادي الزمالك. هو ما بيسيبش حد في حاله. انا كنت بتكلم في حاجات انا بحبها، هيجيبك بحاول اتواصل مع احمد اخو محمد. لعيب كويس قوي، حصل كلام، ولعيب مميز، هو لعيب هايل وبيلعب اكتر من مركز. وعلى فكره كان في مفاوضات مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت والناس كلها كانت بتتكلم على محمد حمدي لاعب بيراميدز، والاهلي كان بيكلم محمد حمدي لاعب انبي السنه اللي فاتت اصلا. يعني السنه دي ما حصلش مفاوضات، بس المعلومه اللي عندي ان رغبه اولى عند احمد اخو محمد او محمد ان هم يطلعوا اوروبا. هو كان معايا مسؤول من نادي انبي وقال لي كده، قال هو الرغبه عنده الاولى حقيقة انه يطلع عنده اكتر من أوروبا. بس لو ما جاتلوش اوروبا هيبقى عنده زمالك واهلي او اهلي وزمالك اكيد. وعنده وكان اسمه اتطرح على مسؤولي النادي الاهلي في حته تعاقد، بس الاهلي عنده تحفظ شويه في التعامل مع مسؤولي انبي بسبب اللي حصل في صفقه مصطفى شلبي والمغالاه الماليه واللاعب راح الزمالك بعديها والقصه دي. ف يعني عشان كده بيتهيألي ممكن اقول لك معلومه واعتقد انت كمان عارفها وهو عارفها وليها علاقه بالخبره في سوق الانتقالات. مهما كان في حوارات بين انديه وازمات المصلحه تحكم. يعني لو محتاج لعيب هنسالك اللي فات. يعني لو الاهلي كان محتاج محمد حمدي جدا وفعلا كان زعلان من انبي كان الامور هتتحل. يعني في افه
المهاجم بتاع تعرض على النادي الاهلي وكان في تفكير جدي فيه لحد دلوقتي ما الموضوع يمكن ما اتحسنش وتعرض على الزمالك. لا ومناسبه كلامك يا كريم فعلا لينا في امام عاشور عبره يعني في حاجات بتتغفر لاي حد في لا 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 انا بتكلم في فكره يعني. لا بتكلم على الادارات سيبك من الاداره الجماهيريه اللعيبه. لا اللعيبه انا من بعد حسام ابراهيم برافو عليك ما بقاش عندي خلاص الموضوع هي كلها هي نفس الشبكه هي التعامل مع الاداره. انا بقول كده المصلحه يا جماعه. رمضان صبحي كان قد كده ومش شفنا وتابعنا كان يجي معانا الاستاد والماتشات فخلاص فيعني بعد حسام ابراهيم انا كريم بالنسبه لي الموضوع حته حسام ابراهيم طبعا يعني كان حسام ابراهيم بالنسبه لي اساطير يعني خلاص ان هم واهلي مين تاني هواري في لعبه تاني ولا محمد حمدي؟ لا احنا برضو بنتكلم يا كريم ان الاجانب المركزين اللي هيتم التدعيم فيهم باجانب هو المدافع اللي بالشمال ووينج يلعب في الناحيتين. هروح معاك لحته المهاجم لان برضو الناس بتسال والناس كانت بتقول ان الزمالك في حاجه لمهاجم. الموضوع لحد دلوقتي مش مطروح قوي موضوع مهاجم افريقي مش مطروح قوي. هل ممكن سيف الجزيري يطلع ويجي مهاجم؟ لا ده سيف برضو مكمل مليون في المية. ناصر منسي راجل مقتنع بيه ولا لا؟ مقتنع وموجود لان هم شايفين برضو ان انت ما عندكش وفي السوق حتى المحلي برضو ما عندكش تعرض غفة ممكن يجي. فخر الدين بن يوسف اتعرض لكن الزمالك ما دخلش فيه بقوة قوي. لو الزمالك فكر في حته المهاجم يا كريم مين اللي هيطلع؟ مش سيف الجزيري وقتها هيبداوا يفكروا في نضاي لكن ده هيبقى متوقف ان الزمالك يكون جاب الوينج الافريقي اللي متفق معاه. لو جابه وفكر في مهاجم سي مثلا فخر او اي مهاجم هيكون بديل لنضاي مش بديل لسيف الجزيري. انا عندي معلومه ان الزمالك مستني موقف ولتر بواليا مع النادي الاهلي وممكن يجيبه فري لو لا خالص ما اعتقدش. دي معلومه بقى انت شوف ودور وراها. ولتر بواليا والتر بواليا انت عارف هو عايز يفسخ عقده مع الاهلي وعايز يعني يخلص الموضوع والاهلي مشى مكسولي مشى لعيبه كتيره الفتره اللي فاتت دي او بيخلص من يعني اللعيبه اللي كان جابها وطلعت اعارات. ففي كلام او معلومه عندي ان والتر بواليا عايز يفسخ عقده مع الاهلي وفي كلام مع انديه مصريه كتيره على راسهم نادي الزمالك. حلو هرجع لك بقى بعد الفاصل وتقول لي قائمه النادي الاهلي للموسم الجديد مين اللي هيمشي مين اللي هيخش في قائمه الانذار والتفاصيل العظيمه دي بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. يا رب بحضراتكم مره اخرى. قبل ما يخش قلت لهم انا مبسوط ان احنا معانا وقت النهارده كتير بس دايما الوقت بيخلص بسرعه فالوقت بيخلص فعلا بسرعه ودي حاجه تضايق بس هنلحق بسرعه نقول لكم شويه كواليس مهمه. ابو علي قائمه النادي الاهلي الموسم ده مين اللعيبه اللي هتخش بقى من المعارين مين اللعيبه اللي هتكمل مين اللعيبه اللي هتمشي وتتباع الوضع ايه؟ بص الاهلي قبل ماتش الداخليه كريم عشان انت عارف في لعيبه عقودها خلصت زي حسين ورامي وياسر دول بيعتبروا لعيبه جداد فكان لازم الاهلي يدخلهم القائمه قبل الماتش فرفع القائمه بتاعته على السيستم في اتحاد الكره وضاف عليها الثلاث لعيبه الجداد لكن ما ضافش امام عاشور ولا طبعا رضا سليم لسه النهارده الاهلي اعلن عن الصفقه. الاهلي عنده في القائمه بتاعته مكانين بس سايب مكانين بس فاضيين. هل الاهلي قفل قائمته كده؟ لا انت عارف معاك وقت كبير تقعد ممكن تستبدل فيه يعني من ضمن المفاجات بالنسبه لي ان الاهلي مؤيد مصطفى البدري وقيد مصطفى البدري حسب ما سالت يعني اتقال لي ان هو عنده عروض اعاره فالاهلي مش هيخرجه الا لما يجي له عرض اعاره فيخرج مصطفى البدري من القائمه يبتدي الاهلي يضيف عليه حد. حلو. من المفاجات بالنسبه لي ان صلاح محسن عمار ممكن كانت ورده لكن صلاح محسن كانت قال ان الراجل معجب بيه والكلام ده كله. صلاح محسن وعمار على قائمه الانتظار مش في القائمه الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي. سعد سمير ومحمد محمود الاهلي اداهم الاستغناء غير يعني مش موجهه وده تقديرا من النادي الاهلي ليهم ان انت عايز تروح اي نادي او عايز تلعب في اي مكان الاهلي مش يعني مش هياخد منك. ممكن اقول بسرعه حاجه مش عايز اقطعك عشان تلحق تكمل معلومات بس صلاح محسن حسب معلوماتي انه الراجل لا رفضه ولا مقتنع بيه 100% وقعد معايا هقول لك وعايز تفصيله قصه صلاح محسن عايز يديله فرصه بس في فتره الاعداد عايز يديله فرصه في فتره الاعداد وبعد كده يشوفه. هقول لك تفصيل الاهلي لو شريف ويمكن شريف عرض رحيله من النادي الاهلي اترفض لو شريف مشي او كهربا جاله عرض مثلا كان عنده رغبه ان يطلع سنه اعاره يعوض فيها الفلوس اللي اتدفعت او اللي دفعها او صلاح بيها في قصه صلاح هيخش مع المهاجم الاجنبي وشريف او كهربا تمام فشريف قاعد فلسه موضوع كهربا ما اتحسمش هل كهربا ممكن يخرج اعاره ولا سنه لا. طيب صلاح محسن في الحاله دي هيخش القائمه ده اللي اتقال لي نص ماشي عشان الوقت معايا دلوقتي الاهلي جاب رضا سليم جاب امام عاشور مين تمام. تاني مهاجم هيجيب مهاجم طبعا وفي كلام على باك شمال تحت السن الاهلي بيفكر جديا في باك شمال تحت السن يبقى موجود مع كريم الدبيس الراجل اقتنع بيه مؤخرا وشايفه يكمل بعد رحيل محمد اشرف لزد وعلي معلول حلو
فالاهلي بيفكر في لعيب على غرار كريستو كده، يجيب لعيب تحت السن في مركز الباك الشمال وفي اكتر من لاعب كويس وسي في كويس وعامل عاملين اداء كويس، فممكن يخشوا في المصريين ولا اجانب؟ اجانب تحت أجانب السن. اجانب تحت السن. بالنسبه لي سعد زي ما قلت لك الاهلي خلاص يعني حصل جلسه حسب ما سمعت مع سعد ومسؤولين في الاهلي، وسعد بيتم اعداده ككادر زي وليد سليمان دلوقتي في النادي الاهلي كده. حلو. فسعد بره، هو محمد محمود في اللعيبه اللي خرجت لزد كلها بلا استثناء بيع تمام مع وجود شرط في عقده مصطفى ميسي بقى واشرف ومصطفى فوزي هم ممكن يرجعوا تاني تدفع مبلغ معين زي شكري. طيب. كده انا عشان بس للاسف الوقت خلص مني تمام. وعايز الحق هواري في نقطه مهمه جدا. هو كريم نيدفيد بس انا كده ليك دخل القايمه تأيد خلاص مع اللعيبه اللي اوريدي موجوده من السنه اللي فاتت، وفي مكانين دي مش القايمه الاخيره. الاهلي يحق له الاستبدال، ممكن لعيبه هتيجي جديده فهم. تخش مكان القايمه وخرج منهم لعيبه عظمه جدا عظمه جدا. اسوريو مصيره متعلق بالبطوله العربيه ولا اسوريو مكمل مع الزمالك الموسم القادم؟ لحد قبل البطوله العربيه لا، الكل كان بيقول لك التجربه والحكم على البطوله العربيه، وفي راي كبير داعم للراجل انه حتى بغض النظر عن البطوله العربيه، لكن خروج الزمالك يا كريم لا قدر الله من دور المجموعات هيبدا يفتح الكلام على ان الراجل ممكن ما يبقاش موجود، رغم ان الراجل بيلقى دعم كبير جدا من ميدو من امير مرتضى. لكن ممكن مجلس الاداره يبدا بقى يفكر ان لا، الراجل بيعند او مش بيعند، مصر شويه على قراراته، مصر على اسلوبه، مش واقعي، هيبقى ريسك لو دخلنا بيه الموسم الجديد بهذا. فانت بتقول لي هو مسافر كان 100% مكمل مع الزمالك الموسم القادم. لو خرج من دور المجموعات ممكن تخش في مرحله شك. في مرحله شك بقى تبدا تتكلم بعد البطوله العربيه، وبالمناسبه بعد البطوله العربيه هيبدا في كلام كمان على لعيبه ان هي تمشي، وده كنت قلته لك الحلقه. قول لي بسرعه زي مين؟ زيزو هيبدا يشوف العروض اللي عنده. زيزو عبد الغني هيبقى هيتكلم انه عايز يطلع. في لعيبه تانية جايه لها عروض، فيعني هنشوف كلام كده بعد البطوله. هواري منور كالعاده وبسعد جدا بتواجدك معايا حبيبك. بشكرك شكرا جزيلا ابو علي، نورت الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك كريم، وتاني سعيد ان انا موجود معاك ومع الهواري. شرف ليا، وباكد على ان فعلا ردود الفعل انا ما كنتش متوقعها. ربنا يوفقك ومن تقدم لتقدم. يا رب يخليك، يا رب يخليك. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على الخير.